مساء الفل على حضراتكم، يا رب ليله سعيده عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم ان شاء الله. حلقه جديده من سوبر تايم على تايم سبورتس. هنبدا حلقتنا النهارده بالمباراه اللي حضراتكم ما شفتوهاش، بطلب من الكابتن شوقي غريب اللي كان حابب النهارده المنتخب الاولمبي يواجه منتخب جنوب افريقيا دون مشاهده من الاعلام او من الجماهير عشان يطبق بعض الامور الفنيه اللي ممكن تكون سريه بعض الشيء. منتخب مصر الاولمبي النهارده اتعادل مع جنوب افريقيا 1-1 وديه. تفاصيل هذه المباراة كانت تفاصيل مثيرة جدا في أحداثها. أولا اللي سجل هدف منتخب مصر هو أحمد ياسر ريان، المهاجم المميز جدا، مهاجم نادي الجونة حاليا. والمباراة شهدت حالة طرد المنتخب مصر الأولمبي وحالتين طرد للمنتخب الجنوب أفريقي. حالة طرد منتخب مصر كانت لي محمد صادق لاعب منتخبنا الأولمبي ولاعب النادي الإسماعيلي، وحالة من الحالتين اللي حصلوا لمنتخب جنوب أفريقيا، حالتين الطرد كانت ليه بكماني لاعب النادي الاهلي السابق. جنوب افريقيا كان ليهم النهارده ضربتين جزاء في هذه المباراه، واحده سجل منها هدف في التعادل، واحده ضاعت، وقدر منتخبنا انه يخرج من هذه المباراه بالتعادل. فكره العنف والاثاره والقوه اللي في هذه المباراه كانت مطلوبه جدا النهارده. انا ما اعرفش يعني كلنا ما شفناش المباراه، ما اعرفش الاحداث كانت فنيا عامله ازاي، ولكن الاجواء دي هي الاجواء اللي ممكن منتخبنا الاولمبي يشوفها في المباريات الرسميه في كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه في نوفمبر القادم ان شاء الله في مصر. لذلك هذه المباراه بالتاكيد هتكون مفيده جدا للجهاز الفني، بالتاكيد هيشوف حاجات فيها احتكاك قوي جدا مع منتخب ايضا قوي جدا وهيشارك في هذه البطوله بنفس القوه، وبذلك قدر يستفيد من المواجهه الاولى. في مواجهه اخرى يوم الاحد القادم ان شاء الله امام المنتخب الجنوب افريقي، وهتكون مذاعه باذن الله على الهواء مباشره هنا على تايم سبورتس. ممكن تطمنوا على المنتخب الاولمبي، على التشكيله المميزه للمنتخب الاولمبي، على الجهاز الفني دايما اللي بقول مميز جدا، وقدر يعمل تشكيله وتوليفه محترمه جدا باذن الله تصعد لاولمبياد طوكيو 2020 وكمان تاخد بطوله افريقيا تحت 23 سنه باذن الله. لسه مع المنتخب الاولمبي، والمنتخب الاولمبي في المباراه القادمه ان شاء الله هيكون عنده مباراه امام جنوب افريقيا هيحكمها الحكم الدولي الكابتن محمود البنا، ده باختيار الكابتن جمال غندور رئيس لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم. المباراه كان في كلام انها هتقام في الاسماعيليه او حتى الان هتقام في الاسماعيليه، ولكن جهاز المنتخب الاولمبي واتحاد الكره بيحاولوا مع الجهات الامنيه ان المباراه تكون موجوده في استاد القاهره الدولي، ولكن المرحله الحاليه محتاجه دعم جماهيري للمنتخب الاولمبي. الجماهير بتاعت او الجماهير اللي موجوده في اسماعيليه، الجماهير اللي موجوده في السويس، الجماهير اللي موجوده في بورسعيد بتبقى متشوقه جدا للعيبه منتخب مصر الاولمبي او الاول او اي منتخب اخر، فتلاقيهم موجودين في المدرجات بكثافه اكتر كمان من القاهره. فانا نصيحتي الشخصيه للجهاز الفني لمنتخب مصر، وكابتن شوقي غريب بالمناسبه صرح بهذا الامر قبل كده، انه يفضل في الاسماعيليه عشان يضمن مسانده جماهيريه معقوله، عشان كمان اللعيبه تحس بالضغط اللي هيحصل لها خلال كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. الضغط ده هيتكرر في هذه البطوله، وبالتالي اللعيبه لازم تاخد على هذا الامر شويه، ومش هتاخد عليه غير في اسماعيليه، في السويس، في اسوان، في بورسعيد، في الاماكن زي ما قلت لكم اللي بتتشوق لكره القدم بشكل كبير جدا. ده شيء ان شاء الله يكون في دماغ الجهاز الفني لمنتخب مصر الاولمبي. بعد المباراه مباشره زميلنا العزيز عمرو نبيل من ملعب مباراه منتخبنا الاولمبي امام جنوب افريقيا اجرى بعض اللقاءات نشوفها ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل يا عمرو. مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، انتهت المباراه الوديه ما بين المنتخب المصري الاولمبي امام منتخب جنوب افريقيا بالتعادل بهدف لكل فريق. مباراه شهدت طبعا اثاره كبيره ما بين المنتخبين، اجواء كلها يعني اجواء رسميه ما بين لاعبي المنتخبين. يسعدنا ان يكون معي الان نجوم المنتخب المصري الاولمبي طبعا كريم العراقي وعمر رضوان. كريم برحب بيك على شاشه تايم سبورتس. مباراه النهارده مهمه وتجربه مفيده جدا للمنتخب المصري من اجل طبعا الاستعداد لامم افريقيا تحت 23 عاما مؤهله لاولمبياد طوكيو. طبعا مباراة مهمة، يعني احنا لعبنا ماتشات كتيرة لكن احنا ما لعبناش افارقة كتير، يعني قليل الماتشات اللي فاتت كلها كانت تونس، الجزائر، السعودية، فرق بره روسيا، فما خدناش الا مباراة واحدة بس ولا مباراتين.
كانت مباراة أفريقية، يعني دي تاني مباراة أفريقية ولا تالت مباراة أفريقية. طبعا مهم، احنا ما فيش وقت خلاص، هو ده يعتبر احنا بنفنش عشان البطولة اللي عندنا ان شاء الله، عاوزين ناخدها ان شاء الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله. احنا لعبنا النهاردة كان تكتيك بشكل كويس قوي، طبعا كنا كسبانين 1-0 وتعادلنا بضرب الجزاء، ما فيش مش ما عندناش اي مشكله، اهم حاجه احنا شكلنا كويس في الملعب ومنظمين وكل حاجه. ان شاء الله يعني الماتش الجاي هو اخر ماتش لينا اللي هو الماتش الجاي مع جنوب افريقيا برضو، ان شاء الله نقدر نعمل حاجه في البطوله ان شاء الله. ايه طموحات الجماهير المصريه طبعا تامل بصعود هذا المنتخب الى اولمبياد طوكيو 2020 بعد اخفاق طبعا المنتخب الكبير طبعا في بطوله امم افريقيا الاخيره، انتوا كلاعبين بتتكلموا ما بينكم ما بين بعض ازاي، بتحمسوا وتحفزوا بعض ازاي؟ والله احنا بنكلم بعض عشان احنا ما قدمناش حاجه الا اللي احنا نصعد اولمبياد، بعد كده بقى نفكر في اللي بعده، لكن احنا ان شاء الله لازم البطوله ناخدها، ده اول حاجه نصعد الاول اولمبيات وبعد كده نبص لطموح جديد، انت عارف في واحده يعني احنا، لكن احنا اهم حاجه عندنا اللي احنا اهم حاجه نركز اللي احنا ناخد البطوله طبعا على ارضنا في استاد القاهره، يعني عيب لما ما ناخدهاش، يعني ان شاء الله احنا قد ثقه الناس كلها وان شاء الله هناخد البطوله ان شاء الله. بالتوفيق يا كريم. شكرا. ما زلنا طبعا موجودين في ارضيه الملعب عقب انتهاء مباراه المنتخب المصري امام منتخب جنوب افريقيا، عمر رضوان طبعا حارس مرمى منتخب مصر النهارده، مباراه كبيره واداء جيد تكتيكي كبير طبعا من قبل الكابتن شوقي غريب واللاعبين في المباراه، شايف المباراه النهارده ازاي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الاول الحمد لله يعني على الاداء بتاع اللعيبه والنتيجه برده، يعني احنا كنا كسبانين لغايه اخر المباراه، حكم حسب ضربتين جزاء منهم واحده دخلت واحده ثانيه طلعت بره، انا شايف اللعيبه كلها مركزه جدا جدا جدا، تعليمات كابتن شوقي احنا معانا كحراس مرمى كابتن اسامه عبد الكريم، الناس كلها مركزه جدا، ان شاء الله باذن الله ان احنا عندنا هدف ان احنا الاول مرحله الاولى ان احنا نوصل اولمبياد، وتاني مرحله باذن الله ان احنا ناخد البطوله ونفرح جماهير البطوله الاول بعد كده الاولمبياد. لا ما هي الاولمبياد فيها اول ثلاثه، يعني احنا انت لو اول ثلاثه لو صعدت نهائي تبقى وصلت، ده هدف عندك في الاول، وبعد كده اللي بعده ان انت ان شاء الله تكسب النهائي وتكسب البطوله. عمر منافسه شرسه في حراسه المرمى صبحي وعمر صلاح ومصطفى شوبير، شايف المنافسه ازاي وايه طبعا الحاله اللي ما بينكم وبين حراس المرمى الثلاثه؟ طبعا بص حراس المرمى الموجودين كلهم بصراحه ما شاء الله عليهم، مستواهم عالي جدا، وزي ما قلت لك كده احنا في تكتيك بنلعب بيه، في تعليمات بناخدها من كابتن اسامه احنا بنحاول ان احنا نلتزم بيها ونحاول ان احنا نطبقها في الملعب علشان نقدر ان احنا نكمل عليها. حراس المرمى كلهم زي ما انت قلت يعني على مستوى كبير، كله بيلعب في انديه كبيره، اتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله لاي حد يلعب البطوله. يعني النهارده مباراه قويه امام المنتخب الجنوب افريقي، وده طبعا هيبقى احد منتخبات المجموعه الثانيه، وده طبعا بروفا لمستويات الفرق كلها، بيدل طبعا ان ده اللي بيدل على قوه المنافسه طبعا والمنتخبات الموجوده ومشاركه في بطوله افريقيا 23 سنه. طبعا تجربه جديده برضو، انت خلي بالك انت لعبت ماتشات كتير جدا، الحمد لله كل النتائج اللي عملناها كانت ايجابيه في الماتشات الوديه اللي لعبناها، بس تجربه جديده ان انت ما لعبتش مع حد من المنتخبات السبعه اللي موجودين معاك في البطوله هنا، لكن الحمد لله زي ما قلت لك اداء يعني كويس جدا، وان شاء الله باذن الله المباراه اللي جايه نكسب فيها باذن الله. عايزين نطمن جماهير كره القدم المصريه على هذا الجيل من اللاعبين، انا حابب تقول لهم ايه؟ لا ما تقلقش ان شاء الله باذن الله ناخد البطوله ونفرحكم، وهنوصل اولمبياد ونوصل كاس عالم لكن ان شاء الله باذن الله. شكرا لك، ربنا يخليك. شكرا مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، ده كان لقاء مع لاعب منتخب المصري الاولمبي كريم العراقي، الظهير الايمن وحارس المرمى عمر رضوان. الزميل العزيز عمرو نبيل بشكرك شكرا جزيلا. للاسف خساره للمنتخب الاولمبي، واحد من العناصر الاساسيه في هذا المنتخب والعناصر المهمه جدا في الدوري المصري بشكل عام، فوزي الحناوي لاعب فريق سموحه بيغادر معسكر منتخبنا الاولمبي بسبب الاصابه. فوزي كان في التدريبات تعرض لاصابه قويه جدا في القدم، الاشاعات قالت ان هو عنده مشكله كبيره في القدم، عنده كسر هيستلزم تكبير قدمه، للاسف كان من العناصر اللي الكابتن شوقي غريب اكيد كان هيعتمد عليها في الفتره القادمه. عموما فوزي خارج معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهه جنوب افريقيا الاولى اللي كانت حصلت النهارده، وكمان الثانيه اليوم الحد، ونعرف بعد كده فتره غيابه باذن الله يلحق منتخبنا الوطني في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. ألف مليون سلامة على فوزي الحناوي، الرجالة اللي موجودة في المنتخب الأولمبي تسد إن شاء الله غيابه، وإن كان هو من العناصر الجيدة خسرناه بكل تأكيد ربنا يتم بشفائه على خير. نروح ليه منتخبنا الأول، منتخبنا الأول اللي بيستعد لمواجهة بوتسوانا يوم الاثنين القادم، المباراة الودية اللي الكابتن حسام البدري هيبدأ يشوف فيها العناصر اللي اختارها
المباراه هتقام في 7 مساء. كان في كلام 7 الثامنة، في شويه لخبطه كتير في هذا الامر، ولكن المباراه حتى الان في 7 مساء يوم الاثنين القادم على استاد برج العرب. منتخبنا هيواجه بوتسوانا، استعدادات فنيه كبيره جدا للمنتخب، والامن وافق على او الامن يعني قال انه ممكن يكون في 40,000 مشجع ممكن يساندوا منتخب مصر من ملعب المباراه. نتمنى الاستاد يكون مليان عن اخره. زي ما قلت لكم اللعيبه دي محتاجه الجماهير، اللعيبه دي اتخضت او مش هقول اتخضت بس الامر كان عليها غريب شويه لما شافوا الجماهير في كاس الامم الافريقيه، وكان في ضغوط كبيره جدا على اللاعبين. مهم جدا ان هؤلاء اللاعبين يشوفوا الجماهير، يشوفوا ناس بتساندهم وبتشجعهم في المباريات الودية والمباريات كمان الرسمية. كل ده هيصب في النهاية لمصلحة منتخبنا الوطني، وما يتكررش اللي حصل في كأس الأمم. ذكرى كانت سيئة، إن شاء الله ما ترجعش تاني. الجماهير أو الفريق زي ما بيستعد، كمان الجماهير لازم تستعد معايا، عشان احنا داخلين على منافسات صعبة جدا. ودايما بنقول الدعم كبير للاعبي المنتخب، ولازم كمان الدعم يكون كبير للجهاز الفني لمنتخب مصر، الجهاز الفني بقيادة الكابتن الكبير كابتن حسام البدري. من الحاجات اللي اختارها المرة دي كابتن حسام البدري في تشكيلة منتخبنا الوطني عنصر جديد، حارس مرمى مميز في طلائع الجيش محمد بسام مع محمد الشناوي ومع محمد عواد. محمد عواد كمان رجع لمنتخبنا الوطني بعد استبعاده من كأس الأمم الأفريقية. المنافسة على مركز حراسة مرمى منتخب مصر كمان بعد عودة أحمد الشناوي من الإصابة هتكون منافسة قوية جدا وصعبة جدا. حال المنافسة دي وشكلها الفترة اللي جاية هيكون عامل إزاي؟ نشوف ده في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل كلامنا. عدينا احنا شوية على أزمة مباراة الزمالك وجنرال سيوف فوت السنغال، الأزمة الكبيرة اللي خدت وقت كبير جدا، والمباراة خلاص مباراة إياب دور 32 في دوري أبطال أفريقيا هتقام يوم 24 من الشهر الجاري. هتقام فين بقى؟ الكلام على أن الزمالك كان عايز المباراة تقام على استاد القاهرة، ولكن الجهات الأمنية أبلغت نادي الزمالك أن المباراة ستقام على استاد السلام الدولي لاستضافة الفريقين سواء الزمالك أو جنرال سيوف في هذه المباراة. إن شاء الله تكون من نصيب نادي الزمالك. الزمالك دلوقتي بيحاول بس انه يطلب من الامن ان يكون في جماهير في هذه المباراه، عشان الامن رفض تواجد الجماهير في هذه المباراه. الزمالك بيوصل او بيحاول يوصل لحل وسط بعدد معين يكون موجود في الزمالك، وبصراحه الزمالك بكل تاكيد محتاج الدعم في هذه المباراه بشكل محترم. ولكن دايما بنقول وبنكرر الجهات الامنيه اكيد شايفه امور ممكن يعني عايز تحافظ على سلامة الجماهير، عايز تحافظ على سلامة الفريقين، ما بنضغطش قوي في هذا الأمر، ولكن دايما بنقول احنا نحب نشوف الجماهير في المدرجات بتساند فرقنا المصرية في هذه المواجهات اللي بيمثلوا فيها بلدنا مصر. الزمالك كمان بيحاول ان المباراة تكون في بترو سبورت، بس غالبا يعني ايه المباراة هتكون في السلام خلاص. يعني الزمالك بيحاول في حاجتين دلوقتي، تكون في بترو سبورت بوجود الجماهير، الأمن حتى الآن المباراة في استاد السلام بدون تواجد الجماهير. عموما كل التوفيق لنادي الزمالك. الزمالك له افضليه كبيره على فريق جنراسيو فنيا، صحيح نتيجه الذهاب كانت لصالح الفريق السنغالي 2-1، ولكن المستوى الفني اللي قدمه الزمالك حتى في المباراه اللي خسرها بيقول ان الزمالك افضل بثلاث اربع خمس درجات عن الفريق السنغالي، وباذن الله الموضوع يخلص. الموضوع اللي طول بشكل غريب جدا ان شاء الله يخلص يوم 24 من الشهر الجاري. لسه مع نادي الزمالك، والزمالك اللي بيفكر بشكل جيد جدا قبل المواجهه الافريقيه وقبل مواجهه النادي الاهلي قرر صرف جزء من مستحقات لاعبيه خلال الايام القليله القادمه لتحفيز اللاعبين قبل مباراه القمه ومباراه جنراسيو فود. مسؤولي الزمالك كمان في الفتره القادمه بينتظروا انتعاش خزينتهم بشكل محترم جدا. الزمالك من الفرق اللي يعني او من الانديه اللي بتحاول طول الوقت توصل مع اللاعبين لامور ماليه، واللي يعرف اللي بيحصل في الزمالك دلوقتي يعني كل اللعيبه دلوقتي في الزمالك ما تلاقيش لعيب بيشكي، ما عندوش او لعيب عنده مشكله واضحه. حتى جنش لما طلع واتكلم على المشكله بتاعته المشكله دي اتحلت سريعا. زمان يعني شويه كان الزمالك المشاكل الماليه دي كانت بتبقى كتيره، زمان دي يعني مثلا من ايه من 5 6 7 سنين. دلوقتي لا، الامور الماليه في الزمالك امور جيده، وزي ما حضراتكم شايفين الزمالك بيقدر يجيب افضل اللاعبين اللي موجودين في الكرة المصرية بشكل عام، وبالتالي المشاكل المالية دي ما تلاقوش منها في الزمالك، كلها أمور بتبقى تأخير
في تسديد الرواتب، وبتحصل في كل الأندية في مصر، وبالمناسبة بتحصل في كل أندية العالم كمان بعض التأخير في بعض الوقت ولو وقت قصير. احنا احيانا بيزيد عندنا، ان شاء الله الامور دي تتحل قبل مواجهة القمة ومواجهة جنراسيون، عشان احنا عايزين لعيبة الزمالك تركز تحديدا في المواجهة الأفريقية، ومحتاجين طبعا تركيزهم في مباراة القمة زي ما احنا محتاجين تركيز لعيبة النادي الأهلي عشان نشوف مباراة محترمة. كابتن الكبير كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي مع الزميل العزيز عمرو النبيل من ملعب مباراة منتخبنا الأولمبي أمام جنوب أفريقيا الودية، نشوف اللقاء ونرجع نكمل كلامنا. مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، انتهت المباراة الودية ما بين منتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق عقب انتهاء المباراة. يسعدنا أن نكون مع طبعا الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر. كابتن شوقي، تجربة مهمة مفيدة جدا للمنتخب المصري قبل بقى المرحلة الأخيرة والاستعداد الأخير للبطولة الرسمية، بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو. ده فعلا حقيقة، يعني أنا النهاردة استفدنا من المباراة استفادة كبيرة جدا جدا جدا. شفت مستوى جنوب أفريقيا، الناس شافت فرقة كبيرة وفرقة مميزة وفرقة بتلعب كرة حديثة وكرة متطورة وأداء متطور في الملعب. فادنا كتير احنا، يعني فادنا كتير احنا ان احنا نتعرف على فرقة كانت مصنفة في التصنيف الأول، يعني كنا هنلعب مالي يا جنوب أفريقيا. شفنا النهاردة أداء لهم كويس، وشفنا أداء من فرقتنا النهاردة أداء كويس. ثلاث شوط قدرنا ان احنا الموضوع كله مش يعني مش موضوع ثلاث شوط ان احنا بنلعب كل شوط، احنا كل شوط بنعمل عمليه وقفه للتغييرات على اساس يبقى التغييرات لها ميعاد معين وكده. يمكن هم غيروا مثلا ايه بعد 45 دقيقه غيروا التيم كله، احنا يمكن غيرنا خمسه لعيبه بعد او نص ساعه، وغيرنا خمسه لعيبه تانيين بعد نص الساعه التانيين. احنا برضو كنا عايزين ندي لبعض اللعيبه، يمكن في لعيبه ادينا لها الثلاث شوط، وفي لعيبه ادينا لها شوطين بس، وفي لعيبه ادينا لها شوط واحد، وفي لعيبه ريحناها خالص. يعني احنا ريحنا النهارده اكرم، وريحنا النهارده رمضان، وريحنا النهارده طاهر، وريحنا النهارده نصر ماهر، وربنا برضو يشفي فوزي الحناوي كان موجود معانا كنا ممكن نشركه النهارده. وريحنا محمد صبحي اشركنا ثلاث تجوان، شوط اشترك فيه عمر صلاح، ثم اشركنا مصطفى جبير، ثم اشركنا عمر رضوان. الحمد لله التجربه كويسه للكل، جبنا جون كويس وملعوب وبشكل ايجابي وبتحرك كويس، دخل فينا جون من ضرب الجزاء برضو. المباراه النهارده كانت رسميه في كل حاجه كابتن، رغم التحكيم النهارده في ضرب الجزاء في الدقيقه الاخيره واعتراض من حضرتك، يعني الاجواء جميله برضو يا كابتن. خليني اقول بس يعني ايه، احنا التحكيم احنا ما بنتكلمش على التحكيم في اي حاجه، لان دول حكام دوليين فبرضو لهم التقدير والرام والاحترام في كل شيء. من الممكن بيبقى انا شايف لعبه هو شايفها بطريقه ثانيه، بيبقى لي انا فكري هو بطريقه ثانيه، لكن ما حدش بيتعدى الحدود بتاعته. يعني المباراه كان فيها اثاره ومتعه، المباراه كان فيها اثاره ومباراه كويسه مننا ومنهم الحمد. يعني عايز اقول ان احنا استفدنا، يعني خليني اقول لك بصراحه احنا استفدنا بحاجات كتيره. استفدنا من فرقه زي جنوب افريقيا، فرقه متطوره، يعني شفتها في كاس الامم الافريقيه وشفت لعيبتها وشفت فرقتها ازاي، وقدروا انهم يخرجونا. احنا مصر النهارده بتشوف الفريق الاولمبي بتاعها على مستوى راقي في مباراه راقيه من الكل، يعني من الـ من الـ من الـ من الاثنين. كنا ممكن الماتش يعني في لحظه كان ممكن الماتش يخلص لنا 2-3، وفي لحظه كان ممكن هم في النهايه خالص يخلص الماتش لهم 2-1. فالموضوع مش النتيجه النهارده، الموضوع رساله. يعني انا مثلا النهارده انا بجرب، طب لو انا مثلا عايز العب زون ديفنس مثلا زي الشوط الثاني، الشوط الاولاني كسبان 1-0، الشوط الثاني بلعب زون من نص ملعبي واللعيبه بترتد على طول وبتقفل المنطقه وبتقفل كل حاجه، اقدر اشتغل على حجم المرتده اشتغلت عليها. طب الشوط الاخير، طب انا لما العب ضاغط، كل ده انا كان عندي تحليل وبنحلل المباراه ازاي هوصل للمستوى البدني بتاع اللعيبه بتوعي وصلوا لايه؟ هل المستوى البدني بتاع اللعيبه بتوعي يقدر يشتغل ال 90 دقيقه بنفس القوه، او يقدر يشتغل وقت اقل، يقدر يشتغل وهو بيلعب ضاغط، او يلعب افضل وهو بيلعب زون، او يلعب اصلا وهو بيلعب ميكس بين الاثنين. جربنا الثلاث حاجات في الثلاث اشواط النهارده. كابتن شوقي النهارده ايضا شفنا التنوع في اسلوب اللعب وشغل الخطه طبعا ما بين 4-3-2-1 وما بين 4-3-3 وما بين 3-5-2، دي طبعا الطريقه المفضله كابتن شوقي غريب. انت شفت، لو انت شفت مثلا هتلاقي مثلا هضرب لك مثال، عبد الرحمن مجدي الشوط الاولاني كان بيلعب ايه؟ كان بيلعب في نص الملعب من ناحيه الشمال. الشوط الثاني كان بيلعب ايه؟ كان بيلعب مهاجم صريح من ناحيه اليمين، يعني هنا غير هنا خالص، يعني المكان ده. عمار كان بيلعب ناحيه اليمين في نص الملعب، بعد كده بيلعب في نص الملعب ديفندر. محمد عبد السلام بيلعب
من ناحيه الثلاثه اللي ورا، بعد كده بيلعب ديفندر في نص الملعب. يعني انا عايز اقول ايه، كنت كل وقت وكل شويه بنحاول نعمل تغييرات في تركيب. الوحيد اللي ما بيتغيرش مكانه هو الجون بس. لكن النهارده بنحط لعيبه كتير في اماكن كتير. احمد ايمن بقى لعبناه باك رايت، وبعدين لعبناه سرد باك. يعني اقصد ايه، ان انا مش مهم عندي النتيجه ايه، لكن كان مهم عندي ان انا اوجد عندي اللعيب اللي يقدر يلعب في مركز واثنين وثلاثه واربعه. امام كان الشوط الاولاني بيلعب مع هو مثلا تقريبا هو غنام بالاثنين ديفندر، يعني هو اللي بيطلع تحت الديفندر ويهاجم. الشوط اللي وراه بيلعب مهاجم صريح. يعني كابتن شوقي، مستوى من جنوب افريقيا النهارده بيدل على ان البطوله اللي جايه بطوله ما فيهاش هزار، بطوله كلها منتخبات قويه بتضم طبعا لعيبه قويه. دي الرساله النهارده من جنوب افريقيا. هي بص، هي رساله فعلا، رساله ان البطوله هتبقى قويه فعلا. احنا مستعدين وبنستعد. انا بس زي ما قلت لك، يمكن الحاجه الوحيده اللي انا رصدها النهارده هي عمليه تفاوت المستوى البدني بين اللعيبه اللي بتشارك في المباريات واللعيبه اللي ما بتشاركش. ده رقم، العلامه اللي عندي رقم واحد موجود. الوقت ضيق خلاص، احنا يعني خليني اقول لك ما عندناش وقت. يعني انت بتتكلم في 27 يوم خلاص، و27 يوم كل اللي هناخده منهم 9 ايام. يعني اولويه للاعب الجاهز. يعني هم 9 ايام. اتمنى بس ما يكونش حد مصاب. ده اللي بتمنى، ما يكونش حد مصاب. المباراه غير مذاعه النهارده، لكن النهارده الجماهير عايزه تطمن على الجيل دوت. وطبعا في اخفاق للمنتخب الاول يا كابتن في بطوله امم افريقيا الاخيره، اكيد كل الانظار متجهه للمجموعه دي وللبطوله دي والكابتن شوقي غريب. بص، احنا اتفقنا كلنا وتعهدنا ان احنا نقدم حاجه لبلدنا. الناس مستنيه تفرح، نفسنا وامنيتنا ان احنا نفرح الناس. بنجتهد وهنقاتل ان احنا باذن الله نفرح الناس. لعيبه دلوقتي كلها بجاز وكله بقى جنود، مستنين زي ما نقول ضربه البدايه اللي باذن الله نقدر نعمل فيها الحاجه اللي تسعد الناس وتسعد جمهورنا وتسعد مصر. يعني خلينا نقول احنا محتاجين يبقى في بسمه موجوده، محتاجين الناس تطمن على ان الكره المصريه عندها جيل جديد، بالاضافه للناس اللي موجودين مع الكابتن حسام، باذن الله يكون لهم دور في بطوله افريقيا القادمه ويكون لهم دور في كاس العالم باذن الله. ان شاء الله بطوله لينا ومنتخب 23 سنه في اولمبياد طوكيو 2020 باذن الله. الف شكر، ربنا يخليك. الله يخليك. مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، ان شاء الله التوفيق يكون حليف المنتخب الاولمبي بقياده مديره الفني في بطوله امم افريقيا التي ستقام طبعا الشهر القادم في القاهره. كل التوفيق لكابتن شوقي. الان العوده للزميل العزيز كريم رمزي ونجومه الكبر. لسه ما شفناش احنا المباراه النهارده، بس قلت لكم في الاول ان اكيد المنتخب النهارده استفاده كبيره جدا. انت بتلاعب منتخب افريقي قوي جدا، بتلاعب كمان منتخب كان بيلعب المباراه النهارده بجديه كبيره جدا. شفنا من حالات الطرد، شفنا من ضربات الجزاء، شفنا كمان من الاعتراضات على التحكيم، شفنا ان كانت مباراه اشبه بالمباريات الرسميه رغم طبعا التغييرات الكتيره جدا، ورغم كمان ان الكابتن شوقي غريب جرب اكتر من لاعب في المنتخب الاولمبي. عجبني جدا ان الكابتن شوقي غريب مرتب جدا، يعني هو عارف هو عايز ايه. في لعيبه حالتها البدنيه مش عظيمه فبيديهم اكتر من اللعيبه اللي بتشارك رجلها في الملعب، زي مثلا رمضان صبحي، اكرم توفيق، اللعيبه اللي موجوده في الملعب ممكن يبعدهم شويه عشان ما يعملهمش ارهاق او يعمل لهم مشاكل، واكيد هنشوفهم في مباراه جنوب افريقيا الثانيه يوم الاحد باذن الله. فكره انك انت بتبدا تختار على اسس انهم يكونوا لعيبه جاهزه فنيا وبدنيا، ده شيء ذكي جدا قبل البطوله، لزي ما الكابتن شوقي غريب قال انها تقام خلال 27 يوم باذن الله. وبالتالي انت محتاج كل اللعيبه تكون فنيا جاهزه بدنيا جاهزه عشان مفيش استهتار. المنتخبات الاولمبيه اللي هتشارك في هذه البطوله منتخبات قويه جدا، منتخبات صعبه جدا، منتخبات مش سهله، المنافسات مش سهله. ما تفتكروش ان احنا داخلين وراكبين البطوله بشكل كبير جدا، رغم ان احنا عندنا منتخب رائع جدا، بس المنافسه صعبه جدا زي ما الكابتن شوقي غريب قال وصرح منذ لحظات. الناحيه الثانيه، مدرب جنوب افريقيا زي ما كان تركيزنا النهارده كبير على هذه المباراه، هو ايضا كان تركيزه كبير جدا على هذه المباراه، عمرو نبيل مره اخرى مع المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا. نشوف اللقاء ونرجع نكمل كلام. مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، انتهت المباراه الوديه التي تجمع ما بين المنتخب المصري امام منتخب جنوب افريقيا بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. يسعدنا ان يكون معي الان مستر ديفيد نوتواني المدير الفني للجنوب افريقي. مستر ديفيد، وات دو سي جيم توداي ويز ايجيبشن تيم؟ Very good game, highly competitive, physical,
mental for my players, you know, to deal with the aggression of Egyptian players. In the first 30 minutes, of course, Egypt dominate. Good goal scored on the transition and good tactical awareness to see the opening to create the first goal. And in the last 30, then we dominate the ball, we create openings, we put pressure on Egypt. And then you see good organization structure defensively from Egypt and good transition team. So looking into the way forward for me, for my team, is to now go see how we deal with this kind of team that is highly tactical, very organized. We open, but not enough chances create to score. But overall, I'm happy. هو مبسوط بالتجربة جدا وبيقول لك ان الفرقتين استفادوا منها. في الشوط الاول المنتخب المصري كان مسيطر على الشوط الاول كله، الشوط الثاني منتخب جنوب افريقيا كان مسيطر اكتر على اللقاء. بيقول لك دي تجربة كويسة مع فريق تكتيكي من الفرز الاول، وبيتكلم ان هو المفروض دلوقتي هيرجع يتفرج على الماتش ويصحح الاخطاء بتاعته. Mr. David, how do you prepare for Nation Cup African under 32 years at Egypt? Yeah, look, for us, this group of players is a generation, you know, from under 17 AFCON, under 17 World Cup, under 20 AFCON, 2 World Cup. So you can see the level is very, very high. The team synergy, understanding is very, very good. We just need to develop a very, very high winning attitude and mentality. Like you see, Egypt have a very, very good winning attitude, very aggressive mentality to win. I think if we bring that into the tournament, I have confidence that hopefully, inshallah, we in the final with Egypt. بيقول لك ان الفريق ده معايا من فتره كبيره، من ايام ما كان 17 سنه والتصفيات بتاعه ال 18 وال 20 سنه. الفريق عندهم روح الفوز عندهم عاليه جدا، ولازم يشتغلوا على الموضوع ده زي ما المنتخب المصري بيشتغل جامد جدا، كان بيضغط عليهم طول الماتش. هو مبسوط جدا بالتجربه، ويقول لك ان شاء الله هيبقى شغالين على الاستعداد بتاعهم لحد البطوله ان شاء الله. What do you see your competition, your group, Nigeria and Cote d'Ivoire and Zambia team? Yeah, very, very interesting group, all group stuff. Our group, I say it's a group of Davis, Zambia, South Africa, Nigeria, Cote d'Ivoire. So yeah, overall, I think we have opportunity, big chance, I think, to come out of the group. And we see in the semi-final what happens in the other group. I wish Egypt the very best of luck, because in the other group, is Egypt against West Africa. So I think it's going to be tough, but I think they're a good team. They have the ability and the tactical solution to come out of the group. بيقول لك ان المجموعه بتاعتهم مجموعه متوازنه، مجموعه كويسه جدا، هم عندهم فرصه كبيره جدا ان هم يصعدوا ان شاء الله. بيقول ان هو بيتمنى الخير كله لمنتخب مصر ان هم يصعدوا برده، ونشوف مين اللي هيبقى موجود في السيمي فاينل. مجموعه مصر بيتكلم عنها ان هي مجموعه صعبه، وان ان شاء الله منتخب جنوب افريقيا عندهم فرصه كبيره ان هم يصعدوا. شكرا لكم. شكرا. مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، ده كان لقاء مع مستر ديفيد نوتواني المدير الفني الجنوب افريقي لمنتخب جنوب افريقيا. ثانك يو. شكرا جزيلا زميلنا عمرو نبيل. تصريحات فيها حاجه مهمه جدا، مدرب جنوب افريقيا اتكلم على انه كان مع هذا المنتخب من مرحله الناشئين الشباب بيطلع معاهم للمنتخب الاولمبي، ودي سياسه احيانا احنا بنشتغل عليها في مصر بالمناسبه، يعني مش هقول ان احنا بعاد قوي عنها. احيانا في مدربين بيشتغلوا على منتخب الشباب وبعد كده بيتصعدوا للمنتخب الاولمبي، بس مهم جدا ان يبقى معاك المنتخب من وهم عندهم 16 او 15 سنه ويفضلوا لحد 23 سنه بيشربوا التكتيك بتاعك، شغلك الفني يبقى اسم واحد هو اللي بيشتغل معاهم طوال هذه الفتره، ما يبقاش فيه تغييرات، عشان المرحله العمريه دي تحديدا بتبقى محتاجه البناء الفني قبل البناء الجسدي. يعني البناء الفني والتكتيكي ده نقطة مهمة جدا أحيانا بنغفلها في هذه المرحلة، بنفتكر إنها زي مرحلة المنتخبات الكبيرة أو الأعمار السنية الكبيرة، ونقول إن أي مدرب بيتغير يعني الأمور هتبقى سهلة ويقدر اللعيبة تفهم شغله كويس. لا، في أوروبا أو في العالم كله بشكل عام دلوقتي بيشتغلوا على هذا الأمر، منتخب بيستلم الناشئين يفضل معاهم لحد المنتخب الأولمبي. وفي نقطة كمان مهمة جدا، معرفش احنا ممكن نوصل لها دلوقتي ولا ممكن نوصل لها بعد شوية،
مهم جدا انه مدير الفني للمنتخب الاول يكون بيشرف على المنتخبات الاقل، منتخب الاولمبي، منتخب الشباب، منتخب الناشئين. مهم جدا اللعيبه اللي طالعه من المنتخبات دي تكون شاربه التكتيك او الشغل الفني اللي بيعمله المدير الفني للمنتخب الاول. مش كل واحد بيشتغل بسياسه، يعني المدير الفني الاول بيشتغل بسياسه، المدير الفني الاولمبي بيشتغل بسياسه، الشباب، الناشئين، لا. مهم جدا ان يكون في سياسه عامه بتحصل. انا سمعت انه بالمناسبه يعني بالشيء يذكر ان في الاهلي دلوقتي رانييه فايلر بيعمل هذا الامر في النادي الاهلي، او بيحاول يعمله، او عرض هذا الامر انه يقدر يشرف على فرق الشباب في النادي الاهلي، بحيث انه كل الفرق اللي بتلعب في مرحله الناشئين تكون شاربه الشغل الفني بتاع المدير الفني للفريق الاول للنادي الاهلي. نفسي ده يحصل في المنتخبات ويحصل بالمناسبه في كل الانديه المصريه. النهارده مباراة منتخبنا الأولمبي ومنتخب جنوب أفريقيا كان فيها أحداث طبعا، وكان فيها أمور كتيرة جدا ما شفناهاش. زي ما قلت لكم المباراة طلب الكابتن شوقي غريب أنها تكون سرية، ولكن زميلنا العزيز من ملعب المباراة عمرو نبيل يحكي لنا اللي حصل النهاردة والكواليس في هذه المباراة اللي كانت شكلها عنيفة ومثيرة جدا. نفهم من عمرو، اتفضل يا عمرو. اهلا بالزميل العزيز كريم رمزي وكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، هنا من استاد الاسماعيليه وانتهاء مباراه المنتخب المصري الاولمبي امام منتخب جنوب افريقيا بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. طبعا المباراه مشاهدينا الكرام غير مذاعه طبعا الزميل العزيز كريم رمزي، وطبعا اتفق كل من كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر وديفيد متواني المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا على لعب المباراه على ثلاثه اشواط لمده كل شوط نصف ساعه. ده طبعا اتفاق ما بينهم. وايضا النهارده كان حته التغييرات كانت مفتوح طبعا يعني بشكل كبير جدا، التغييرات ما بين الجهازين الفنيين سواء في الشوط الاول او الثاني او الثالث. طبعا المباراه النهارده كانت الى حد كبير مباراه رسميه، يعني في حماس وفي اصرار وفي عزيمه من كلا لاعبي المنتخبين. يمكن النهارده شهدت المباراه يعني يا كريم يعني حصول ثلاث لاعبين من المنتخبين على بطاقات حمراء، يمكن بكماني ابرزهم طبعا لاعب فريق سان داونز منتخب جنوب افريقيا حصل على بطاقه حمراء، وايضا مدافع الفريق الجنوب افريقي حصل على البطاقه الحمراء، وايضا محمد الصادق اللي النهارده طبعا شارك في مركز الظهير الايسر حصل على بطاقه حمراء. يمكن كابتن شوقي غريب النهارده تعمد على يعني تغيير اسلوب اللعب والتنوع في اسلوب اللعب وخطه اللعب ما بين 4 3 3 و 4 3 5 2 3 5 2 وايضا 4 3 2 1. ده تنوع يعني بشكل كبير. يمكن كابتن شوقي النهارده يعني قدر بشكل كبير جدا ان يوصل الى التشكيله اللي هيخوض بيها. يمكن نتكلم كمان كابتن شوقي ان المشاركه ستكون للاعب الاجهز، اللاعب الذي يشارك مع طبعا فرق الدوري الممتاز. انت عارف طبعا لعيبه المنتخب المصري ينضمون من العديد من الانديه المصريه. يمكن النهارده اطمن على بعض اللاعبين بشكل كبير جدا، اطمن في حراسه المرمى على عمر رضوان في حراسه المرمى، وايضا النهارده يمكن مصطفى شوبير خد بعض من وقت المباراه، وايضا عمر صلاح بدا المباراه، وايضا في مركز الظهير الايمن هناك كريم العراقي شارك في مركز الظهير الايمن، وايضا مركز الظهير الايسر مكانه يعني المشاركه والتناول ما بين احمد فتوح واللاعب محمد صادق الظهير الايسر لنادي الاسماعيلي. في وسط الملعب يمكن شارك النهارده كابتن شوقي باكثر من لاعب. يمكن تقدم المنتخب المصري في الشوط الاول بهدف طبعا سجله اللاعب احمد ياسر ريان كان قبل طبعا ان يدرك المنتخب الجنوب افريقي بهدف في الدقائق الاخيره من ضربه جزاء طبعا احتسبها حكم المباراه محمد معروف اللي النهارده يعني ادى مباراه كبيره طبعا. وفي الدقيقه الأخيرة حصل المنتخب على ضربة جزاء أيضا، لكن طبعا تهدر من لاعب منتخب جنوب أفريقيا. كريم اتفضل لو في أي استفسار عن المباراة أنا مع حضرتك. اتفضل يا عمرو، أنا بشكرك شكرا جزيلا. كواليس مهمة جدا وأحداث مهمة جدا وتغطية كمان رائعة جدا منك، وكانت لقاءات مميزة جدا. بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي في مباراته الودية القادمة أمام جنوب أفريقيا يوم الأحد القادم. وطبعا الهدف الأهم هو بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وبإذن الله نتأهل مع هذا المنتخب لأولمبياد طوكيو 2020. منتخب دايما بكرر أنه منتخب يستحق الدعم عشان منتخب مميز للغاية. بعد الفاصل هيكون ضيفي واحد من نجوم التدريب في دوري الدرجة الثانية، بيقولوا عليه بعبع الدرجة الثانية. المدرب اللي لما يستلم فريق في الدرجة الثانية لازم يصعده للدوري الممتاز. هو السنة دي ضيفنا، ضيف كبير في الدوري المصري الممتاز مع نادي طنطا، وضيفنا كمان في سوبر تايم بعد الفاصل الكابتن الكبير كابتن أيمن مزين مدير فني لنادي طنطا. خليكم معانا بعد الفاصل، نلتقيكم إن شاء الله.
نلقاكم مره اخرى. كابتن ايمن مساء الفل على حضرتك، مشرفنا ومنورنا. شرف ليا والله وجودي مع حضرتك. يشرفنا كابتن ايمن. هسالك طبعا على التجربه في دوري الدرجه الثانيه، وانا قلت حتى في المقدمه بعبع الدرجه الثانيه، الفرقه اللي عايزه تصعد للدوري الممتاز يروح يكلموا كابتن ايمن زين، صعدنا دوري ممتاز والامر مضمون. هكلمك على كل الامور الفنيه كمان الخاصه بطنطا في الدوري الممتاز هذا الموسم، ولكن انا كنت مستني هذا اللقاء عشان يبقى اول سؤالي لحضرتك، ايه فكره الهدايا اللي بتديها للمدربين في الدوري؟ والله الموضوع خد اكبر من حجمه. الموضوع بالنسبه لي انا من الدرجه الاولى على فكره، وانا بعمل الموضوع ده في الاول والاخر احنا 90 دقيقه هي المنافسه ما بيني وبين اي مدرب موجود. صحيح. العلاقات الخارجيه هي دي اللي بتفضل، وهي دي اللي بتستمر، وهي دي اللي فدي اللي بتهمني في الاساس. صحيح. المنافسه 90 دقيقه، وبعد 90 دقيقه بنبقى اصحاب ونبقى اخوات ونقابل بعض، وتفتكر ان ايمن مزين بحاجه كويسه عملها. بس فدي الموضوع ده في دماغي، الروح الرياضيه دي اهم حاجه. مش صحيح الهدايا بتختلف من مدرب لاخر، ولا هي هديه واحده؟ لا لا لا، بتبقى معظمها يا دروع يا مصحف، لكن في المدربين الاجانب لا بتبقى حاجه يعني بيبقى ليه هو كذكرى كويسه، بتبقى دايما بالحاجات الفرعونيه المصريه، بتبقى دي اللي بتبقى. ايه كان اغرب رد فعل من مدربين اجانب او مصريين لما رحت اديته هديه؟ قال لك ما كانش حاجة. لا يمكن مدرب بيراميدز انا قابلته قبل كده مع الاسماعيلي. ما قابلته مع الاسماعيلي في كاس مصر، وبرضه اديته هديه، والمره دي برضه نفسي كفوجئ ان انا فرح جدا بيها واتبسط جدا بيها. ومدرب وادي دجله كنتته توت عنخ امون، فاتبسط بيه جدا 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 بيها، وكانت مفاجاه بالنسبه له وشكرني عليها كتير جدا. الفكره دي جات لك يعني اول مره تعملها كانت امتى؟ لا انا عملتها من ايام الرجاء، من لما صعدت مع الرجاء من بدايه دوره الترقي عملتها، كان مع كابتن رضا عبد العال وكابتن شير عثمان كابتن ياسر الكناني، كان مجموعه المدربين كلها اللي كانت موجوده، كنت بعملها معاهم على طول. تمام. قبل برضو ما نكمل الامور الفنيه لازم امسك في شوب عصير القصب. شوب عصير القصب دي واحده من اشهر اللقطات اللي في تاريخ الكره المصريه. كان يورجن كلوب تقريبا ومعاه كاس كبير جدا، طبعا مش قصب يعني، فانت رحت عملت نفس المشهد بكاس او بكوبايه قصب، ايه اللي حصل؟ والله الموضوع كله كان صديق لينا من الصوره معانا من طنطا، فكنا بنتواجد دايما عنده بعد المباريات بيعزمنا على عصير القصب. فكل مره كان بيكبر الشوب لغايه لما ربنا كرمنا الحمد لله وصعدنا، فوجئت بالشوب الكبير جدا ده ان انا طبعا ما شربتوش يعني، بس خدت الصوره بس. خدت الصوره بس. لكن فكان الاحتفاليه برضو بالصعود يعني. وساعتها انت كنت عارف ان يورجن كلوب كان المشهد مشابه ولا السوشيال ميديا هي اللي عملتها؟ انا فوجئت برد فعل السوشيال ميديا، لقيت مكالمات كتير جدا ورسائل على الواتس كتير جدا 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 من ناس اصدقاء ليا بالصوره، وكان في تقريبا مدربين، كان جوارديولا تقريبا برضو. صح. في مدربين كتير. صح. ففوجئت برد الفعل. كابتن ايمن في سر في شغلك، عايزين نعرفه، ايه السر اللي يخليك اي فرقه تدربها في الدرجه الثانيه وفرقه سواء كان عندها امكانيات كبيره او امكانيات قليله، عشان احنا بنتكلم في اسماء مختلفه من الانديه، تقدر تنجح بيهم وتصعد للدوري الممتاز؟ الموضوع ده صعب جدا، ودايما بيتقال ان دوري الدرجه الثانيه اصعب بكتير من الدوري الممتاز، والشغل فيه بيبقى صعب جدا. ازاي قدرت تعمل ده مع ثلاث انديه مختلفه او رابع كمان؟ رابع بطنطا يعني، بتكلم على الثلاثه اللي انت ما كملتش معاهم. بص الحمد لله، طبعا هو طبعا قبل اي حاجه توفيق ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. بس الاجتهاد، ربنا سبحانه وتعالى دايما ما بيضيعش تعب حد بيتعب او بيجتهد، دايما الاخلاص في الشغل بيؤدي في النهايه للنجاح. فالموضوع بالنسبه لي يعني هي انا بذاكر كويس، بشتغل كويس، بشتغل على نفسي كتير، بقفل على نفسي قوي قوي قوي. يمكن برضو مش انا لوحدي يعني، الاجهزه اللي معايا، المجالس الادارات، في الانديه الشعبيه عامه الشغل فيها صعب طبعا. لكن انا اشتغلت في ناديين شعبيين، الشرقيه وطنطا، الحمد لله علاقتي بالجمهور لغايه وقتنا هذا في الشرقيه كويسه جدا، طنطا نفس الكلام، مساندين لينا، اتنين جمهور كبار جدا. لما بنكون مجالس بحب اشتغل في جو هادي، جو هادي مش من الجمهور، لا جو هادي من مجالس الادارات، ما بحبش التدخلات في شغلي. فدي بص من الحاجات اللي بتشجعني قوي ان انا اشتغل بهدوء شويه، لان انا يمين الملعب بس، فرقتي بعرف اتعامل مع اللعيبه كويس جدا، بعرف اطلع افضل حاجه في اللعيب، بحتوي اللعيبه بكل مشاكلها، قريب جدا من لعيبتي في اي قرار، انا مني ليهم على طول، ما فيش حد بيتدخل في الامور بالذات الفنيه ما بيني وبين لعيبتي. فدي امور بقدر احتوي المشاكل اللي في الفرقه بلمها بشكل كويس، دي كلها امور معلك طبعا الشغل الفني طبعا. 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 فدي حاجات يعني بتقرب المسافه قوي قوي بيني وبين اللعيبه. تقصد انه الامر الشخصي والامور النفسيه دي مع اللعيبه مهمه، فرقت كبير بشكل كبير في نجاحك مع الفرقه اللي ضربتها؟ طبعا مهمه، بس برضو اللعيب النهارده، اللعيب واعي يعني، النهارده لو المدير الفني بتاعه مش فنيا كويس مش هيثق فيه. ودي كانت من المشاكل اللي واجهتني لما جيت مسكت طنطا
كان معظم اللعيبه الموجوده فيها لعبت في الدوري الممتاز قبل كده لما طنطا نزل. صحيح. فكانت النهارده المهم بالنسبه لي ان انا النهارده اقنع اللعيبه دي بمستوى ايمن زين الفني رغم ان انا مصعد ثلاث فرق. فدي كانت معادله بالنسبه لي. دي نقطه مهمه مستوى. دي نقطه مهمه جدا يا كابتن ايمن. هل اللعيبه في مصر بيفرق معاها نجوميه المدرب وهو لاعب؟ يعني انت نجم المفروض نجم في دوري الدرجه الثانيه ده خلاص لما يلاقوا ايمن مزين ده جاي يصعدنا، بس بيفرق مع اللاعب المصري اسم المدرب؟ والله بص في الاول لكن مع الشغل لا يعني لما بيشتغل وبيشوف بيشوف قد ايه المدير الفني بتاعه كويس فنيا بتفرق كتير جدا، خاصه لما النهارده اللعيب تيجي تقول له مثلا حاجه معينه في المباراه او هنكسب عن طريق كذا او هنشتغل او شغل معين بتكسب عن طريقه بتفرق كتير جدا مع اللعيب. تيجي بعد كده اللعيب لو قلت له ارمي نفسك البحر هيرمي نفسك، اعمل كذا هيعمل وهو مغمض خلاص. صحيح. وصلت بينك وبينه لمرحله ثقه كبيره جدا. انت اتظلمت؟ يعني حاسس انك انت اتظلمت بسبب هذا الامر في الفرق اللي انت صعدت بيها وما كملتش معاهم في الدوري الممتاز؟ بص والله يعني كانت بيحصل كتير مراره يعني اوقات كتير جدا كنت بحس مراره طبعا واوقات كتير كنت بقول خلاص بطل ارجع تاني اقول لا خليك مميز في برضو ان مميز في الممتاز بيه. يعني انت فكرت تبطل تدريب بسبب هذا الامر؟ والله لازم في وقت كتير فكرت فيها لكن برجع اقول لا انا عندي هدف ولازم احققه وسبحان الله بقول برضو في الاخر الحمد لله جايز ربنا سبحانه وتعالى شال لي دي عشان ابقى كده. لكن ممكن ان انا كنت اشتغلت في الشرقيه ومشيت وتنيت في الدرجه الاولى مشيت من اسيوطي ونفس الكلام، لكن بقول الحمد لله كل تاخيره وربنا اكيد شايف فيها خير. طيب انت لما كان ادارات الانديه دي بتيجي تتكلم معاك تقول لك خلاص يا كابتن ايمن انت خلصت مهمتك وانت خلصتها بنجاح ومتشكرين ومش عايزين نكمل، الحوار كان بيبقى عامل ازاي؟ يعني عايز مثلا نموذج، مش شرط تقول لي اني نادي كان النموذج ده. لا عادي اصل الموضوع ما فيهوش علم، ان انا علاقتي كل بالانديه كلها لغايه دلوقتي كويسه جدا وبادارتهم. هو الموضوع حصل معايا في الرجاء بس لكن الشرقيه كنت انا مضيت عقدي مدير فني ولما جت الشركه الراعيه وجه الراعي حصلت خلافات كتير جدا ففضلت ان انا ابعد لان اتعرض عليا ان انا اشتغل مدرب عام مع كابتن طارق يحيى او مدير كوره ورفضت دي ورفضت دي. الاسيوطي كان الكابتن الحاج محمود الاسيوطي كان واخد قرار ان انا مدير فني ما بين الدورين لان احنا كنا فارقين جدا عن كل الفرق اللي كانت موجوده، وصلنا تقريبا فرق 17 بونت على المركز الثاني. فكانت الامور الفنيه واضحه قدامك، فلقيت نفسي بعد كده هقيم فنيا فرفضت الموضوع واعتذرت بدري ان انا اكمل مع الفرقه قبل الدوري باربع ماتشات ومشيت. طنطا انا رايح وعارف ان انا لو ربنا كرمني انا عارف ان اداره طنطا اداره محترمه جدا، استاذ فايز العليبي طبعا راجل محترم جدا. لا بامانه هم حاجه محترمه جدا يعني. صحيح. عارف ان هم هيسيبوا المدير الفني خاصه ان انا جبتهم كمان من بعيد وهم اصلا عملوها قبل كده، كل المدربين اللي اشتغلوا في طنطا كملوا مع الفرقه، فانا رايح عارف ان انا لو ربنا كرمنا هكمل مع الفرقه يعني. عظيم. الرجاء انت قلت الرجاء بس اللي كان فيه مشكله؟ مش مشكله لا الرجاء اللي انا مشيت او المجلس الاداره هو الاقوال ايمن مزين لكن انا علاقتي كويسه جدا بمجلس اداره نادي الرجاء الحاج سعد ابو صندوق اخ والناس اللي غاليه عندي جدا يعني. المقوله اللي انا قلتها من شويه دي انه دوري الدرجه الثانيه اصعب من دوري الممتاز دي حقيقيه؟ عشان دايما الناس اللي بتطلع من الدوري الدرجه الثانيه يقول لك دوري ممتاز. تاني بس الجزء الاول السؤال تاني بس. الدوري الدرجه الثانيه اصعب منافساته والمباريات اللي فيه بتبقى اصعب طبعاً. بكتير من الدوري الممتاز طبعا طبعا ليه؟ كتير جدا. بص يعني الدوري الممتاز الفرق اللي قدامك منظمه كمان يعني انت لما تشتغل شغل تكتيك الفرق اللي قدامك هيبان شغلك في الملعب. الفرق اللي قدامك نفس الكلام بتعمل مدربين كبار مدربين الملاعب برضو بتساعدك الاجواء بتساعدك الممتاز بيه مفيش الكلام ده. الملاعب وحشه جدا في ملاعب سيئه جدا فالمفروض النهارده ان انت كمدرب يبقى عندك مرونه في كل الامور دي انك تعرف تتعامل مع كل الملاعب دي على حده. صحيح. ما ينفعش تروح تلعب بنفس الاسلوب في كل الملاعب. الاضواء بتفرق معاك يعني الاضواء بتفرق مع اللاعب اللي معاك في الفرقه بيديله حافز اضافي انه يبقى مبارياته مذاعه تلفزيونيا ومتشاف ولا بتفرق معاك سلبيا انه بيبدا يركز مش شرط والله يعني حسب نوعيه اللعيبه نفسها. احنا طنطا كل ماتشاتنا كانت مذاعه السنه اللي فاتت والحمد لله كان ادائنا فوق الممتاز وحتى لما كانت ماتش مش مذاعه كنا بنقدم نفس المستوى لكن فهي مش مشكله. اهم تركيز اللعيب واعداده للمباراه دي قديم اهم من الامور دي كلها. طيب اللعيبه لما انت بتيجي تقعد تتكلم معاهم وتقول لهم ان احنا هنشتغل شغل فني وشغل فني متطور وصعب وانت حسب ما اسمع يعني وانت اكد لي او انفيلي انك مش من المدربين اللي بيجوا على فرقه يقول انا عايز 10 15 لعيب يعني بتشتغل على الموجودين وبتدعم بعناصر بسيطه.
انا بقى بعرف اطلع جول اللعيب الحاجات الكويسه في اللعيب كويس، لكن وجهه نظري برده بيبقى لي وجهه نظر في اللعيب، يعني مش اي لعيب هطلع منه كل حاجه كويسه. طبعا طبعا، والا جوارديولا ما كانش راح جاب لعيبه مليار دولار. لكن الحمد لله يعني في لعيبه، انا في لعيبه كتير لعبت في الدوري الممتاز من تحت ايد ايمن مزايد موجوده حاليا في انديه كبيره، لكن انا ليا وجهه نظر في اللعيبه، وممكن مش شرط بالنسبه لي ان يكون لعيب يكون كبير او لعيب صغير. انا بيلعب معايا اساسي عبد الرحمن الدحه مواليد 99 وقدام الفرقه وجايب جونين، فلا مش الموضوع بالنسبه لي مش شرط، لكن انا بشوف الشكل العام للفرقه، مش شرط يكونوا نجوم، اهم حاجه تكون لعيبه تنفذ المطلوب منها في الملعب. من اللعيبه اللي موجوده في الدوري الممتاز مع فرقه كبيره كنت انت شغال عليهم في بداياتهم وشايفهم دلوقتي متالقين ومبسوط من ادائهم؟ والله بصوا الحزين عليه بصراحه حزين عليه جدا محمد عنتر. محمد عنتر المفروض يكون في مكان اعلى من كده بكتير، لعيب عنده امكانيات فنيه عاليه جدا، وشايف ان هو يعني مظلوم شويه انه ما بيلعبش. مظلوم من الجهاز الفني ومن النادي ولا هو ظالم نفسه؟ لا ما اعرفش والله، لان بس هو الزمالك فيه نجوم كتير بس يعني المدربين بيتغيروا، محمد عنتر بعيد. الافضل للزمالك انه يطلع اقرا يلعب في فرقه افضل للزمالك فنيا، ان انا جاهز لعيب في فرقه تانية ويرجع لي، لكن شايف عنتر من اللعيبه اللي لو لعبت هتبقى حاجه جامده جدا، مش تطلع من الملعب. دونجا برده، ديفندر البيراميدز برده من اللعيبه اللي بدات معايا، اشتغلت معاه كان فين؟ في الاسيوطي. محمود صلاح لعب بتروجيت وحاليا في انبي، في لعيبه كتير اشتغلوا معاك وتالقوا. مين اللعيبه اللي موجوده دلوقتي معاك في طنطا حاسس ان هم هيبقى ليهم دور كبير جدا في الكره المصريه في الفتره اللي جايه، وممكن كمان يبقوا مش لازم تقول لي اسماء بس ممكن تقول لي مراجع، يعني تقول لي مثلا عندي، انا حسيتك بابتسامتك ان انت هتتحرك طبعا، تقول لي بقى الكوبايه اللي هتزعل، بس حاسس انه استنوا شوفوا اللعيبه ديت، استنوا اتفرجوا عليهم، مش شرط انه بتقول انهم يروحوا اهلي وزمالك، انت قلت على الدحه دلوقتي لعيب مميز جدا وهداف الفرقه، واحنا شفناه فعلا في المباريات اللي فاتت شكله مبشر جدا. مين لعيبه شكلها مبشر؟ والله بص انا حريص جدا ان فرقه طنطا تبقى فرقه جماعيه اكتر من فرقه فرديه. هايل. فده حرصي، لكن انا شايف ان طنطا كجماعيا هتبقى لها شكل في الدوري بالاداء الجماعي مش بالاداء الفردي. بس انت طبعا لازم يعني ايه بيقول لك ايه، انا هشتغل جماعي كويس جدا بس لازم العناصر تكون فرديا تقدر تخدم الجماعي، والا ما يبقى عندك مشكله. في بعض فترات المباراه بتحتاج حلول فرديه بس برضو النهارده في مصر مين اللعيب النهارده اللي في مصر بيعمل الفرق قوي في الحلول الفرديه في مصر؟ قليلين. لا بس احنا عندنا مجموعه لعيبه كلها كويسه، مجموعه لعيبه رجاله، مجموعه لعيبه بتنفذ المطلوب منها، مركزين جدا يعملوا حاجه للنادي وحاجه لنفسهم وحاجه لجمهور طنطا. فانا شايف ان الفرقه ككل هي دي اللي هتبقى نجم. المباراه الاولى ليك في الدوري الممتاز كانت مباراه ناس اعتبرت النتيجه مفاجاه، ولكن اللي يحلل المباراه دي فنيا يفهم ان طنطا اشتغل فنيا بشكل رائع جدا امام وادي دجله وفاز عليه في الدقيقه 88 بهدف دون رد، اشتغل دفاعي بشكل كويس جدا. اول عنوان طلع بعد هذه المباراه ان طنطا داخل الدوري عشان يدافع ويلعب اداء ممل ومش هيبقى اداء فيه متعه والاداء سيء. في راي تاني يقول لك لا، الاداء الدفاعي ده مش اداء سيء، ده في شغل فني وصعب يتعمل مش بسهوله. رايك في اول مباراه في الدوري وهمشي معاك على بيراميدز وحرس الحدود، بس مباراه دجله تحديدا. بس مباراه دجله احنا يعني الحمد لله ان خدمتنا شويه ان احنا لعبنا دجله ماتش ودي قبل القرعه. احنا كنا عارفين شغالين ومتمرنين ازاي هنطلع بالكوره وازاي هنكمل في ظهر خط ظهر وادي دجله، واشتغلنا الحاجات دي في التمرين بشكل كويس جدا. لكن الجزء ده كان عندنا قصور فيه في الماتش، ما اقدرش ان انا اركن كده، لكن الحمد لله الهدف من الاساسي من المباراه ان احنا كنا نكسب المباراه، والحمد لله تقريبا برضو احنا كسبنا المباراه بجمله معموله في متمرنين عليها في التمرين، فدي برضو حاجه تتحسب للجهاز الفني وتتحسب للعيبه. طب انت مدرستك في الشغل الفني ايه؟ يعني في ناس مدرستها الدفاعيه، احنا بنتكلم في اسماء عالميه يعني مورينيو وسيميوني، حتى في مصر هنا هيكتور كوبر عدى علينا، دي مدرسه دفاعيه. انا راجل بدافع وبينجح، انت من الناس اللي مدارسها دفاعيه ولا انت راجل بتلعب بشكل متوازن بتحب الشكل الهجومي اكتر؟ مدرستك ايه بغض النظر عن الامكانيات اللي عندك؟ لا احنا في نادي طنطا الاول بالنسبه لي انا عامل استراتيجيه نفسي ان انا لازم اجمع بنوت في طبعا والفتره دي كل الفرق بتفرط في البنوت بسهوله، حاجه بعد كده هعوض هيلاقي نفسه في الاخر ان انفقد بنوت كتير جدا. انا الموضوع ده بنشد عليه من اللعيبه من فتره الاداء ان لا بنوت بالنسبه لي غالي، بنوت ما بفرطش فيه، ما اقدرش ان انا افتح مساحتي. انا فرقه النهارده لسه صعد ممتاز، الكلام ده ممكن اقدمه بس انا بحب الطريقه الدفاعيه، يعني عشان بس اكون واضح طبعًا. انا بحب الطريقه الايطاليه جدا والاسلوب الايطالي في اللعب بحبه جدا، بحب مورينيو جدا، كل الناس تقول جارديولا، انا بحب جارديولا لكن ما بحبش العب بطريقه لعب جارديولا، بحب العب بطريقه مورينيو، طريقه الكره الايطاليه، الدفاع
دي طريقه صعبه جدا 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 ان تحفظها لعيبتك وينفذوها في المباراه. لكن الطريقه الهجوميه اسهل شويه. فانا بحب او بحب اميل للطريقه الدفاعيه اكتر. الطريقه الدفاعيه هتخليك تجيب بنوت، انا متاكد من الموضوع ده كويس جدا. يمكن احنا الفتره دي الناس بتلومنا ان احنا ما بنهاجمش. طب النهارده انا جايب جون في ماتش دجله وجايب جون في ماتش بيراميدز وجايب جون في ماتش الحرس، يبقى النهارده انا احرزت 3 اهداف. فرق كبيره النهارده ما احرزتش الاهداف ديت. مظبوط مظبوط. انا بوصل للجون يعني على الاقل. حتى لو وصلت فرصه بجيب. صحيح، مش بفضل في منطقتي يعني. ماتش الحرس احنا اختلف الوضع شويه، يمكن الدور الهجومي اللي انا بشتغل عليه اللي اشتغلته بشكل كويس وطبقته بشكل كويس. ماتش الحرس ضيعنا كتير في ماتش الحرس، في تكافؤ لحد ما او المستوى متقارب. مستوى متقارب، لكن احنا برضو اشتغلنا الشكل الهجومي بشكل كويس. يعني كنا الاول مشتغلين الشكل الدفاعي. ماتش بيراميدز الامور تختلف بالنسبه لي، لان احنا اتخطفنا جون بدري جدا وفوقنا شويه في الدقيقه 20 او 28 اتخطفنا الجون الثاني، فكانت الامور بالنسبه لنا صعبه جدا. بس دخلت الشوط الثاني الحمد لله. الشوط الثاني امكانياتي طنطا، عارف ان طارق شغال على الامكانيات دي. لكن نادي طنطا لا، اللي انا عوزته اتحقق بنسبه كبيره جدا. معظم اللعيبه اللي دخلنا معاهم فوضات قدرنا ان احنا نجيبها، وده يرجع لحاجتين: العلاقات الشخصيه ما بيننا وبين اللعيبه، بيني وبين اللعيبه، دي نقطه. النقطه الثانيه ثقه اللعيبه في نادي طنطا. نادي طنطا من النادي الملتزمه جدا ماديا، مجلس اداره محترم جدا، ما بيتاخرش على اللعيبه في مستحقاتهم، حتى لو حصل ظروف فلوس اتاخرت، بس اللعيب ضامن حقه وضامن فلوسه، ودي حاجات انا شفتها كتير جدا. صحيح. فدي ثقه في اللعيب. النهارده انا هاخد هدفع على عقدي قد كده، يبقى واخد العقد كله، مفيش مشاكل بالنسبه لي. بالتاكيد طبعا، يعني ناس في طريقه لعبك هيبقى الدور الاكبر على اللاعبين في الفريق هو دور المساكين. المساكين هيتعاونوا معاك قوي السنه دي وهيتعذبوا وهيشيلوا كتير جدا. محمود مسعود من هؤلاء مساكين ولعيب جيد طبعا بكل تاكيد. محمود مسعود معانا على التليفون. مساء الخير كابتن محمود، اهلا بيك معانا في سوبر تايم. كابتن كريم ازي حضرتك؟ اهلا بيك. لسه بقول للكابتن ايمن انت الحمل عليكم كتير السنه دي. اكيد طبعا والله. الاول بمسى على حضرتك وبمسى على الكابتن ايمن. اهلا بيك. طبعا ازيك كابتن؟ اكيد طبعا والله. انت حضرتك عارف ان انت بتلعب دوري ممتاز، الماتشات كلها بتبقى صعبه، فاكيد طبعا زي ما حضرتك بتتكلم. بس احنا ان شاء الله رب العالمين قدها يعني، ان شاء الله اللعيبه اللي موجوده كلها والمدافعين كلها ان شاء الله قدها يعني ان شاء الله. طيب محمود، الكابتن ايمن كنت لسه بساله من شويه، ازاي اول ما بتتولى فريق بتقدر تقنع اللاعبين بشغلك الفني وشغلك التكتيكي في الملعب، خاصه انه كابتن ايمن مش من مدربي الدوري الممتاز، له باع كبير جدا في دوري الدرجه الثانيه، ازاي بيقدر يكسب ثقتكم بسرعه كبيره يخليكم تنجحوا في الاخر مع فريقكم؟ بص، ده اكيد طبعا كابتن كريم، ده اللي مريحنا. اللي احنا حافظين الكابتن من السنه اللي فاتت. الكابتن جه السنه اللي فاتت اشتغلنا معاه وقدرنا الحمد لله نعمل سنه كويسه وربنا كرمنا بالصعود. فاكيد طبعا الحمد لله الكلام ده بيجي بشغل الكابتن، يعني شغل الكابتن في الملعب يعني مقنع، يعني شغل الكابتن في الملعب مقنع بالنسبه لنا. صحيح. والحمد لله الثقه اللي كانت ما بيننا وما بين الكابتن يعني ربنا كرمنا ومجهودنا اتكلم بالصعود الحمد لله يعني. صحيح. طيب محمود، اكيد في وقت الكابتن بيخش يقول لكم انتوا النهارده لعبتوا بشكل سيء، النهارده ما كنتوش جيدين. لما الكابتن بيخش عليكم يقول لكم الكلام ده في اي وقت، بتحسوا ان هو يعني ظالمكم؟ يعني احنا امكانياتنا مش امكانيات بيراميدز ولا الاهلي ولا الزمالك، طب انت بتقول لنا انتوا غلطانين ليه؟ والله ابدا يا كابتن كريم، دايما الكابتن كلامه معانا ايجابي بامانه ربنا يعني. ودي كمان دي اللي بتخلينا نتعب اكتر في الملعب ونشى اكتر في الملعب. كلام الكابتن كله بالنسبه لنا معانا ايجابي بصراحه يعني، ما فيش الكلام ده خالص يعني. عمر الكابتن ما جه يتنرفز على لعيبه واتكلم مع لعيب بطريقه وحشه بامانه، وده بيفرق مدرب من مدرب. فدي بصراحه مخليانا ثقتنا في الكابتن وثقه الكابتن فينا كبيره جدا بامانه ربنا يعني. طيب انت كلاعب ولاعب مدافع في فريق طنطا، اي مدافع في الكره المصريه يتمنى ان فرقته تخش لقدام تهاجم، بقى ابعدوا عني الضغط شويه، طنطا بطبيعه الحال هيتهاجم كتير السنه دي، وبالتاكيد هيبقى للاسف يعني اكيد يعني مفيش حد ما بيخطاش، هتلاقي خطا من عندك شويه خطا من زمايلك عشان الضغط كبير جدا. بتروحش تقول للكابتن ايمن ما تخلي الفرقه تهاجم شويه يا كابتن ايمن، الحمل علينا كتير يا كابتن ايمن؟ والله بص، ولا اكيد طبعا بنتكلم مع الكابتن، بس انا شايف يعني المجموعه اللعيبه اللي احنا جايبينها كلها السنه دي لعيبه مميزه، وان شاء الله انا شايف يعني بخبرتي الواحد يعني الصغيره، ان شاء الله مع التجانس ومع المباريات اللي جايه ان شاء الله اكيد كل ده يحصل يا كابتن كريم. هو طبعا ما بيجيش في يوم وليله. احنا لسه ده ثالث ماتش في الدوري الممتاز وطالعين لسه من الدوري الممتاز ده،
فان شاء رب العالمين مع تتوالي المباريات ان شاء الله يحصل انسجام للفرقه كلها، واكيد ده هيحصل ان شاء الله يعني. طيب محمود، اخيرا جماهير طنطا جماهير كبيره وعريضه وبتحب كره القدم بشكل كبير جدا، وفي فرقه بتطلع من دوري الدرجه الثانيه تزورنا شويه في الدوري الممتاز وتمشي بسرعه، انت توعد جماهير طنطا السنه دي بايه ان شاء الله؟ والله بص يا كابتن كريم، ان شاء الله احنا طموحاتنا كبيره، الاداره والجمهور طموحاته كبيره جدا إن شاء الله. وبينعكس طبعا عليه على الجهاز الفني كلام الكابتن معانا ومع اللعيبه، اللي احنا ما نبقاش ضيف شرف السنه دي في الدوري الممتاز، لا طموحاتنا كبيره جدا والله، وان شاء الله بنوعد مجلس الاداره وجمهور طنطا الكبير والكابتن واللعيبه زمايلي ان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي ونبقى في مكانه كويسه في الجدول وفي الدوري الممتاز. هو ده كلام الكابتن لينا على فكره، يعني كلام الكابتن لينا هو ده، يقول لك احنا مش طالعين ضيف شرف السنه دي، اللي بقى طالع عشان يقعد بينزل، فاللي بيطمح اللي هو بيه ربنا يكرم، مش هقول لك يعني نعمل مركز، مفيش حاجه بقى على ربنا، على الاقل نبقى في نص الجدول. اكيد ان شاء الله ده طموحاتنا وطموحات الكابتن يعني ان شاء الله. محمود مسعود مدافع نادي طنطا، بشكرك شكرا جزيلا. عجبني حاجه مهمه جدا يا كابتن، في نضج كده في كلامه، يعني انا دايما بحترم اللعيب اللي بيعرف يتكلم واللعيب اللي كلامه مرتب، بحس على طول انه في الملعب بيبقى لعيب جيد قبل ما تشوفه كمان فنيا. ومن اللعيبه الرجاله محمود اللعيب طبعا. محمود كان السنه اللي فاتت لما جيت كان في مشكله وكان شبه قاعد في البيت. محمود. ولما جيت رجعته، محمود اللي كان لعيب كبير جدا وامكانياته عاليه جدا عظيم. فلما جيت رجعته وكان من ضمن مع زمايله من ضمن الاسباب للصعود للدوري الممتاز، ودي بتدي للعيب ثقه فيك بشكل كبير جدا. ان انت اديته في وقت هو ما كانش موجود. بس حضرتك كمان في حاجات في الدوري نفسه، يعني النهارده النتائج نفسها لما انت تتوقع نتائج وتقول لهم في خلال كذا ممكن نبقوا كذا وترتيبنا يوصل لكذا، الحاجات دي كلها اللعيب كابتن لا كابتن فاهم، كابتن دارس، الكابتن عارف. صحيح. دي حاجات بتدي ثقه كبيره جدا بينكم باللعيب. صحيح. واحد من المراكز المهمه في اي فريق بكل تاكيد، ومركز دايما بنقول عليه نص الفريق، هو حراسه المرمى. اسلام طارق حارس مرمى نادي طنطا، مساء الفل عليك. الفول يا كابتن، ازي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك يا كابتن، كله تمام، ربنا يخليك. المهمه صعبه السنه دي، نفس الامر اللي كنت لسه بقول لمحمود، انت عليك مهمه صعبه جدا، ولكن انت كمان من العناصر المميزه في نادي طنطا، المهمه السنه دي شايفها عامله ازاي؟ حبيبي يا كابتن، مسير على كابتن ايمن اللي منورك، بيمسي عليك. المهمه والله مش صعبه، هو كابتن ايمن بصراحه على قد ما بيقدر بيحاول يسهل لنا الامور، دايما اللي بيحب يضغطنا بيتكلم معانا طبعا بهدوء وبيحاول يهيئنا نفسيا قبل اي حاجه، فبصراحه الراجل ده محترم جدا وربنا يا رب يكرمه، وانا شايف انه يعني ربنا يا رب يكرمنا السنه دي باذن الله ويكون من احسن المدربين في مصر. ربنا يكرمنا السنه دي، نكون عند حسن ظنه، نكون عند حسن ظن الجمهور ومجلس الاداره، وباذن الله نبقى كلنا رجاله ونحاول نحقق مركز محترم ان شاء الله متقدم ليه باسم نادي طنطا وجمهور نادي طنطا. راضي يا اسلام ان احنا يعني على قد ما نقدر نبقى في مركز محترم يعني في خلال التوقف دوت، والكابتن دايما بيتكلم عنا ان احنا نحاول على قد ما نقدر، لو ما كسبناش ما نختارش، على قد ما نقدر نحافظ. وربنا كرمنا بالثلاثه بونت، كرمنا ما كرمناش ناخد بونت، على الاقل يفرق معانا في الجدول بعد كده. اسلام، انت من العناصر المميزه اللي ظهرت مع نادي طنطا حتى الان، مكمل مع طنطا مش كده؟ عشان ما تزعلش الكابتن ان شاء الله. عشان ان شاء الله مكمل بإيه. كان في كلام ان انت عقدك هيخلص تقريبا مع نهايه الموسم وممكن تمضي لاي نادي في يناير. لا مش عايز اتكلم في الموضوع ده خالص والله. لا مش عايزك تتكلم، انا بتكلم ان ده موجود فعلا ولا انت مكمل مع نادي طنطا؟ انا عايزك تقول ان انت مكمل مع نادي طنطا ان شاء الله، بس عايزين ننفي بقى عشان الكابتن ايمن ما يزعلش منك. لا ان شاء الله مكمل مع نادي طنطا، وكابتن ايمن طبعا زي ما قلت لحضرتك برضو يعني هو بيعتبرنا كاخ كبير بصراحه، هو اخ كبير ليه. عظيم. هو هيبقى مدرب، هو اخ كبير بصراحه، بيتعامل معانا كلنا اللي بيلعب واللي ما بيلعبش، وكمان هو بيتعامل مع اللي ما بيلعبش اكتر من اللي بيلعب. حاول برضو يعاون نفسيا ويحاول يقربه واحده وان شاء الله احنا كلنا نكون عند حسن ظنه، وان شاء الله كلنا رجاله وفي ظهره باذن الله السنه دي. كابتن اسلام طارق حارس مرمى نادي طنطا، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. واضح ان اللعيبه كلها اللي انت كنت لسه قايله لي من شويه، انه الحاله المعنويه والعلاقه الثقه اللي بينكم والحب اللي بينكم هو ده اللي فارق مع الفرقه بشكل واضح. طبعا هي الروح دي مهمه جدا بين اللعيبه بعضها، ودايما زي ما بيقول اسلام انا حريص جدا على اللعيبه اللي بره كمان اكتر من اللعيبه اللي بتلعب، اللعيب اللي بيلعب ما هو بيلعب. ما فيش مشكله بالنسبه له، لكن دايما اللي بيبقى زعلان اللعيب في الاول والاخر عايز يبقى موجود في الملعب. صح. ايا كان بقى هو شايف وجهه نظر المدرب صح، وجهه نظر المدرب غلط، هو شايف ايه؟ اللعيب ما بيقدرش ان انا مثلا خلصت المباراه لحد
من يوم الاحد بالليل ببدا ادرس الفرقه الجديده اللي هلعبها، فشايف مين الانسب ليها. اللعيبه ما بيشوفش الكلام ده، اللعيبه هو بيبص لنفسه بس. مزبوط. انت بتبص ل 30 واحد معاك. صحيح. طيب في لعيبه اكيد في مسيرتك بشكل عام، مش هكلمك عن طنطا بشكل عام، جالك انه اتكلم عنك بشكل مش لطيف. اللعيب دايما اللي ما بيشاركش بيزعل كده من المدرب ويقعد مع زمايله او بيقعد مع الجهاز المعاون، المدرب ده ما ملوش في الكوره، المدرب ده ازاي مش شايفني. اكيد الكلام ده بيوصل لك في اللحظه دي، بتبدا تتعامل ازاي مع اللعيب؟ لا خالص. بص هقول لك، بيوصل لي، انا مش من نوعيه المدربين اللي بسمع خالص. بس بشوف رد فعل اللعيب. وفي اوقات ممكن لو سمعت لازم يبقى لك موقف مش هتعدي. لكن بعرف برضو احتوي الامور دي، وبعرف اقعد مع اللعيبه واتكلم معاه واتناقش معاه، وفي الاخر الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيديني موهبه الاقناع فبقنعه. بتقنعه ان هو يقعد على الدكه؟ بقنعه اطلع اقنعه. يعني اللعيبه اللي معاك دلوقتي في طنطا اللي قاعده على الدكه مقتنعه بهذا الامر؟ اللي كانوا موجودين معايا قبل كده واللي كانوا موجودين معايا السنه اللي فاتت مقتنعين، لان عارفين الحمد لله ان ما بظلمش، وعارفين ان انا دايما بدور على مصلحه الفرقه ومصلحتي في المكسب. فشايفين اللعيب اللي مجتهد هيلعب والانسب هيلعب. فوصلت مرحله الثقه ما بيني وما بينهم. هقول لحضرتك حسام غالي بدا الدوري كان بره 18. صحيح. بلعب الماتش بيراميدز، نزلته برضه بيراميدز، والماتش اللي فات بدا. صحيح. حسام غالي السنه اللي فاتت بدا معايا اول ماتشين، وبعد كده بره 18 واجبرني ان انا ارجعه تاني ويلعب. فدي اللعيب انا بالنسبه لي اداؤه في التمرين وفي مستواه في المباريات دي اللي بتحدد مشاركته او لا. بالتاكيد. لسه مكملين مع الكابتن الكبير كابتن عامر مزين المدير الفني لنادي طنطا، بعد الفاصل نلتقيكم ان شاء الله. أنا بحاولكم مرة أخرى، لسه مشرفني ومنورني الكابتن الكبير كابتن أيمن مزين مدير الفني لنادي طنطا. حتى الآن ملامح الدوري الممتاز في رأيك، شايف المنافسة عاملة إزاي؟ شايف الشكل بتاع الدوري الممتاز عامل إزاي؟ ملحوظاتك اللي عمال تكتبها في كل المباريات اللي بتتلعب، شفت إيه لفت نظرك؟ لا بصوا، الدوري السنة صعبة جدا، مفيش ماتشات سهلة، يعني دايما بتسأل سؤال إيه الماتش السهل بالنسبة لك؟ مفيش ماتشات سهلة، ماتشات صعبة جدا. الفرق اللي عانت السنة اللي فاتت، لو نفتكر السنة اللي فاتت، تسع فرق تقريبا كانت بتنافس على الهبوط، أندية كبيرة. صحيح. ده تقرير ليهم إيجابيات على المرمى يعني. لكن بصراحة عبد الله سعيد في الملعب حاجة مختلفة جدا. فمحمد فاروق بصراحه من اللعيبه اللي بصراحه يعني انا اول مره اشوف محمد فاروق في الملعب. يعني دايما المميز جدا. ازاي واجهته؟ الناس بتتعامل مع تحس ان هو مدرب صعب جدا، صعب التعامل معاه. ازاي قدرت توقف خطوره هذا المدرب وطريقته الفنيه اللي مختلفه شويه عن اللي بنشوفها في الكره المصريه؟ بص، هو تحس بيعتمد على الشكل الجماعي للفرقه والاداء الجماعي للفرقه. بص، هي فيها طريقه، فيها عيب وفيها ميزه. ان هو بيستحوذ بشكل كبير، نمره واحد عنده الاستحواذ. ايا كان الوضع، مره اثنين ثلاثه عشره، مش مشكله، لغايه لما يخلق المساحه اللي يقدر يخترق بيها الفرقه اللي قدامه. فانا كنت تنبيهاتي اللعيبه ما نزهقش. احنا اللي هنوصل لفرقه دجله ان هي تزهق وتبدا تفتح خطوطها. ويمكن ده اللي حصل معايا في اخر ثلث ساعه وربع ساعه، ان انا خلاص لما حسيت ان هم بداوا وصلوا للزهق وبداوا عايزين يتقدموا لقدام شويه ويبداوا يفتحوا خطوطهم، عملت التغيير بالاسلام فؤاد وعبد الرحمن الدح، وقدرنا ان احنا نوصل في الوقت ده بكورتين ثلاثه نقدر ننهي بيهم المباراه. ويمكن توفيق كان في الضربه الثابته، لكن هم ضيق المساحات بالنسبه لهم، ما تفتحش مساحات خالص. دايما بيلعبوا على المساحه، ان هو بتحركاتهم كتير جدا بيحاول يفضي المساحه للعيب. هوف مثلا يدخل لجوه، يفتح للفندر، يفتح لباك طرف، يلعب على المساحه الفاضيه، يعني اللي بيخلقها لعيب من تحركه يبدا يشتغل عليها. ودي يمكن يكون حافظين اللعيبه عليها بشكل كويس جدا. بس دجله السنه دي، وانا هكلمك بشكل فني يعني بعيد عن المنافسه، دجله السنه دي كانت الناس متوقعه انه يخش الموسم بشكل قوي جدا. الفرقه خايده على المدرب بتاعهم وفكره، الشكل السنه دي بنفس البدايات بتاعه الموسم اللي فات، وانت كنت طرف في هذا الامر ان انت خليته يخسر. اول بقى اخذ عليه نقطه بس، ان بيأدي المباراه كلها بنفس السيستم. هايل. كابتن وليد صلاح الدين بالمناسبه كان معايا من يومين وقال نفس كلام حضرتك. فهي دي نقطه بصراحه. لا، انا لازم يبقى عندي المرونه التكتيكيه النهارده، ان انا اقدر اغير شكل الفرقه. انا طبعا لعبت قصاده ب 4 3 3 لما حسيت ان في مساحات، غيرت طريقه لعبي ل 4 2 3 1.
فالنهارده لا لازم يبقى عندك مرونه. النهارده مش هقدر اهاجم طول المباراه واديني فاتح خطوط طول المباراه، بلاعب اهلي بلاعب زمالك كسبان واحد او اثنين هشتغل بنفس الطريقه. فهو مشكله دجله ان هم بيلعبوا بنفس الطريقه طول المباراه، كسبان نفس الطريقه خسران نفس، وده اللي ضيع منه مباراه الحرس. صحيح. كان كسبان وفتح برده الخطوط وبرده بيهاجم، لا انا بيهمني برده اللي هيقعدني، كان راكب الشوط الاول بشكل كبير جدا وتعادل في الاخر، واللي هيقعدني النقط مش هيقعدني الاداء. وهو دايما بيفكر في الاداء بصراحه. وقال ان انا مش هغيره حتى لو هبط في السنه اللي فاتت، كان بيقول كده. بس طبعا هو فكر. طبعا ده فكر كل مدرب له فكره، وهو مدرب جيد بصراحه جداً يعني مدرب جيد جداً. طيب هرجعك تاني للاهلي، وانت الاهلي معجب بادائه حتى الان في الدوري، كان افضل فريق بيقدم كره جيده. رانيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، الناس عماله تقول انتوا بتحكموا ليه عليه بدري، لسه في فتره اطول عشان يتحكم عليه. انت شايف ايه مميزات فايلر حتى الان في المباريات اللي شفتها للنادي الاهلي؟ نظم المصفوف الاهلي، الجزء اللي فوق بقى الامور بالنسبه لهم، هم بيتحركوا قدام حريه في التحركات، ما تلاقيش في لعيب فيهم ملتزم بمكان معين، لا تلاقي رمضان صبحي في الليفت شويه، تلاقيه في القلب شويه، تلاقيه في الرايت، تلاقيه فقدام حريه، ودي بتصعب الرقابه عليهم او بتصعب انك تقفل عليهم خطوط حصلت نفسها. شفت مستوى نادي الزمالك حتى الان في الدوري الممتاز بعد 3 مباريات؟ يمكن انا كنت متوقع ان الزمالك كان هيبقى بشكل مختلف جدا مباراه الكاس، ويمكن انا اتكلمت برضو في الموضوع ده. الزمالك بدا مباراه الكاس بشكل كويس جدا، اتفرجت عليه ماتش كان الاتحاد تقريبا، قدم مباراه هايله لحد ما حصلت المفاجاه بالتعادل مع اف سي مصر. بص هو انا في التشكيل كتير يمكن انا عشان اعمل روتيشن، انا كأيم زين في طنطا الماتش اللي لعبت ماتش بيراميدز، وبعديه بثلاث ايام لعبت الحرس، انا غيرت 3 لعيبه بس في التشكيل بتاعتي. فالنهارده ما ينفعش النهارده فرقه بحجم نادي الزمالك بلعب في التشكيل وكمان اغير مراكز اللعيبه، فكان الموضوع صعب جدا. باين الزمالك فرقه مهلهله، مش فيش تجانس، ما فيش ترابط، كل خط لوحده، كل لعيب على حده لوحده، كان باين الاداء اللي شفناه في الملعب. فكان معلش انا بلعب على بطوله، مش بلعب النهارده ان انا اكسب ماتش الزمالك، بيلعب على بطوله، مفيش حاجه قدامه غير ان هو يلعب على بطوله. صحيح. هلاعب مين الماتش الجاي دي مش قصتي، قصتي النهارده ان انا اخد ال3 نقط بتوع اف سي مصر. فكان لازم يلعب بفرقته ايا كانت العواقب، ما ينفعش النهارده ان انا اقعد كل اللعيبه دي. صحيح. عشان ان انا هلعب الماتش الاهلي. طب ما الاهلي لعب اسوان بتشكيلته الاساسيه. مظبوط. وبدا يغير بعد ما اطمن على النتيجه. درجه حراره عاليه كمان. وبعد غير بعد ما اطمن على النتيجه بدا يغير اللعيبه. صحيح. طيب الزمالك واف سي مصر تعادل، انا لو بصراحه مدرب طنطا هروح جايب لعيبه طنطا واقول لهم بصوا اهو اف سي مصر ونادي يعني امكانياته قريبه من امكانياتنا، وقدر يتعادل مع الزمالك، واحنا كمان ممكن بكره نتعادل مع النادي الاهلي او نكسب النادي الاهلي او الزمالك. هل الفكره دي جات لك؟ يعني انت رحت اتكلمت مع اللعيبه قلت لهم مثلا بص اهو احنا كمان نقدر مفيش مشكله؟ لا بص حضرتك ما بتعملش انا بالامور دي خالص، انا باخد الماتش هلعب مين. بفكر في دايما في الماتش اللي هلعبه. وبعد كده بص دايما كلامي مع اللعيبه، انتوا ابطال. النهارده انت صعدت للدوري الممتاز كبطل للممتاز بيه. هايل. فانت هتشتغل النهارده على انك بطل، مش انك انت لسه فرقه لسه صاعده فمن الفرق الثلاثه اللي مرشحه للهبوط. لا، لو اشتغلنا على الوضع ده وعلى النظام ده يبقى احنا نازلين. لو انت ما عندكش الثقه في نفسك ما تكملش معانا. انا عندي ثقه فيك وانت لازم يكون عندك ثقه في نفسك وادائك لازم يبقى كده. لكن احنا يا جماعه لازم يبقى فيه التزام في الملعب تكتيكي، الكلام اللي بيتقال لك يتنفس، وهنعمل النتائج اللي احنا عايزينها. وطمعان انا في كرم ربنا سبحانه وتعالى، وثقتي في اللعيبه كبيره جدا، وثقتي في مجلس اداره والجمهور طنطا الكبير جدا اللي ورانا اللي بيدعمنا بشكل مش طبيعي. ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه السنه دي. طمعان في البقاء في الدوري الممتاز ولا طمعان في مركز محترم؟ والله طمعان في مركز محترم. المركز المحترم ده من وجهه نظرك فين في الجدول؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، بعيد عن صراعات الهبوط. ان انا بدري ابعد عن صراعات الهبوط. بتكلم في 7 8 9. في حاجات برضو لازم احطها في حساباتي النهارده. امكانياتي كنادي طنطا مش امكانيات فرق كتير في الدوري الممتاز. طبعا. فالنهارده عشان ان انا اجي في شهر واحد اخش في صراعات تعاقدات مع انديه كبيره وترفع المكافئات لمبالغ كبيره، انا مش هقدر اعمل الكلام ده. فلما اكون مجلبه ما كانتش من دلوقتي تدرك الموضوع ده وان هي تحقق طموحها من دلوقتي، ان السهل قوي للفرق اللي بتفرط في البناط هتعب بعد كده. بالمناسبه بيتقال دايما انه مهما كنت مدرب جيد ورائع ومميز لو معكش امكانيات ما تحلمش كتير. انت شايف انه المدرب ممكن يعوض فرق الامكانيات دي ازاي؟ والله يعني اقول لحضرتك حاجه، انا جيت نادي طنطا عارف امكانيات نادي طنطا،
قد كده. اللعيب لما جه تعاقد معايا تعاقد على المبلغ اللي هو طالبه في نادي طنطا. صحيح. فاصبح النهارده ان في توافق ما بيني وما بين الاداره وما بيني وما بين اللعيب. فانا شغال على امكانيات مقصر معاك في الامكانيات دي يبقى انا كده امكانياتي وحشه. مفهوم. ان انا بشتغل على امكانيات معينه. انا اشتغلت وارتضيت بالبلاط ده يبقى امكانياتي كويسه. صحيح. يبقى هشتغل على الامكانيات دي يبقى انا اللي اطلبه منك هتعمله. وما دام انت لعيب كوره وانا واثق في امكانياتك الفنيه يبقى هنشتغل بشكل كويس. بيجي لك لعيبه كده بس بصراحه يعني واحنا بنتكلم فيه لسه احنا بادئين الدوري الممتاز بس اول من اول مباراه كده عينه بتبدا تلمع. عينه بتلمع ايه؟ اللي انا بلعب في دوري ممتاز، انا عايز فلوس زياده، انا في نادي شافني وعجبته وحابب ان انا ابقى موجود معاه، الجماهير بتكتبه اسمي في الاعلام، عينهم بتلمع غير الدوري الدرجه الثانيه. جات لك لعيبه اتكلمت معاك ولو حاليا؟ لا لا بس هو اصل احنا لسه بادئين الموسم بس هو حاليا كل حاجه مشكله الكلام ده دايما في الوكلاء. ان اول ما لعيب يبدا يجيد في ماتش او اتنين يبدا الوكيل يكلمه يبدا اللعيب يبص لنفسه. كان انا اتكلمت مع لعيبه من اول الموسم في الموضوع ده لان دي كانت من مشكله طنطا في السنه اللي هبطت فيها ان بدات لعيبه كتير وكلاء كتير يتكلموا معاها وبدات انديه تتكلم معاها فبدات تركز بره النادي. لا انا بتكلم معاهم دايما ان مش هتقدر تروح اللي انت عايزه او تحقق احلامك غير من خلال اجادتك في نادي طنطا وتحقق حلمك. مش معقول هتنزل وهتمشي. وهم جربوا يعني مجلس الاداره لما صمم ان ما يمشيش حد من الفرقه غير اللي جاله عقود عاليه جدا وفعلا اللعيبه قعدت. فهو اللعيبه عارفه الكلام ده وعارفه ان مش هتمشي. لازم تجيد ولازم تظهر بشكل كويس ولازم تحقق حلم مجلس الاداره وحلم الجمهور. احنا شغالين باسم محافظه. يعني حضرتك مش متخيل النهارده ان انا ابقى ماشي في الشارع رايح الماتش يقابلني ناس بسيطه جدا في الشارع يا كابتن ايمن ربنا يكرمكم النهارده يا كابتن ايمن. مسؤوليه كبيره جدا. ناس طنطا بتحب الكوره بجد. لا لا ونادي طنطا بالنسبه لهم يعني حاجه كبيره عشق وناس صحيح. محترمه جدا وفي ظهرنا يعني ما بلاقيش مثلا حد من المدرج بيهاجم اللعيب او بيشتم. لا الماتش بيراميدز قاعدين يشجعوا. احنا خسرانين 2 وادائنا كان وحش جدا الشوط الاول واحنا طالعين بيشجعوا في اللعيب. فجمهور طنطا جمهور محترم جدا، جمهور واعي، جمهور فاهم، دايما بيدعمونا واقفين في ظهرنا. بتلاقي النهارده ناس في الشارع بسيطه جدا تقابلك متعشمين النهارده في بونت او ان هو يكسب الثلاثه بونت بتوع الماتش اللي انت رايحه. فمسؤوليه كبيره جدا جدا في رقبتنا احنا حاسين بيها. الضغط الكبير ده على اللاعبين والجهاز الفني بيأثر سلبا ام ايجابا في المباراه؟ والله انا مش شايفه ضغط، هي مسؤوليه. المسؤوليه دي حاجه كويسه. انا شايف النهارده ان الناس بتحملك مسؤوليه حلمهم انك تحقق لهم املهم ببقاء طنطا في الدوري الممتاز او ان هم يبقوا في مركز كويس. والنهارده لا ايمن الميزان جاي ولا الجهاز اللي معاه جاي ولا اللعيبه دي جايه الا عشان كده ان انا احقق لهم حلمهم ان هم يقعدوا في مركز كويس ويطمنوا على فرقتهم. طيب عايز اخدك ليه منتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني في مهمه جديده مع جهاز فني جديد الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون. شايف او انت نفسك او طموحاتك ايه لمنتخب مصر في الفتره القادمه؟ نصايحك او افكارك للمنتخب في الفتره القادمه عشان نعوض الاخفاق اللي حصل في كاس الامم الافريقيه. والله بص احنا عندنا دايما في مصر حته الانتقاد سريعا. مع اول اخفاق او اول اداء وحش تبدا السكاكين تتعلق زي ما بيقولوا الناس كلها. كابتن حسام البدري هو المدير الفني لمنتخب مصر، لازم كلنا نسانده. خلاص دي مهمه وطنيه فكلنا بقت مسؤوليه كل المدربين المصري وكل الاعلام المصري اللي بقينا في ظهره. خلاص بتمنى ان هم يدوا له الفرصه بس ويسيبوه ان هو يعمل منتخب للمستقبل، مش يعمل منتخب للمباراه اللي جايه ولو ما فيش اداء او ما فيش نتيجه تبدا اقالته يبدا مدير فني جديد. لا انا شايف ان كابتن حسام خلاص انت تم اختياره يبقى كلنا في ظهره. دي نمره واحد. نمره اثنين يتساب يعمل منتخب للمستقبل. لان عندنا منتخب اولمبي ما شاء الله سامي كبيره جدا يعني شايف انه هيبقى مستقبل الكره المصريه. فنسيب الراجل يشتغل وكلنا في ظهره ما ندورش على نتيجه مباراه او اداء في مباراه. اعظم نجاحات منتخب مصر على مر التاريخ كانت مع الكابتن حسن شحاته. والكابتن حسن شحاته في الوقت ده قبل ما يجي يدرب منتخب مصر كان بعبع الدرجه الثانيه. كان المدرب الرائع في الدرجه الثانيه. بتجي لك الفكره، بيجي لك الحلم. انا مش بتكلم على دلوقتي طبعا كل التوفيق للكابتن حسام البدري لسنين طبعًا قدام طبعًا وينجح طبعًا ان شاء الله ويحقق كل النجاحات مع منتخب مصر، بس اكيد انت بتجي لك الفكره. بتجي لك فكره انك تبقى مدرب منتخب مصر ليه؟ لا لسه ما هو طموح. ولو الطموح مش موجود ومفيش حلم بالنسبه لك يبقى هشتغل ليه؟ فانا دايما طموحي ملوش حدود. ووجودي في الدوري الممتاز حملني مسؤوليه اكبر. ومش ان انا النهارده ان انا اعمل مباراه كويسه او ان انا اقعد بطنطا في الدوري الممتاز، لا انا طموحي اكبر من كده بكتير بكتير جدا يعني. وبتمنى ان زي ما اجت في الممتاز به وحققت اسم كبير في الممتاز به، النهارده برضو ان انا احقق حاجات كبيره. مش امسك فرقه مش ان انا اقعد بيها، لا طموحي اعلى من كده بكتير. كابتن طارق العشري
خد كاس مصر وخد كاس سوبر ومسك حرس الحدود وخلص الحدود مش فرقه المصنفه في مصر. صحيح. فانا بحلم مختار مختار معين بخد كاس مصر. اه فانا بحلم بكده وبحلم اكتر من كده كمان. يمكن احنا عندنا في مصر اكتر من كده بتحلم بمنتخب مصر اكتر من كده. اه طبعا لا طموح اكبر من كده بكتير. بس مفيش حدود في الطموح. والاحلام مفيهاش حدود. توصل لاعلى من كده بكتير. صحيح. كابتن كنت عايز اقول لحضرتك ال نسيت لما حضرتك كابتن حسام البدري. لا نسيت مش مشكله بقى. طيب الطموح مشروع والطموح مفهوم. هل اختيارات المدربين في مصر بشكل عام بكلمك على الانديه او منتخبات بيفرق فيه الاسماء؟ طبعا. ده نمره واحد. الانديه النهارده الادارات بتهرب من مسؤوليه اختيار المدير الفني باسمه. انا جبت مدير فني اسمه نجح ما نجحش والله هجيب لكم مدير فني كبير. لكن انا جايب فلان الفلان ده انتوا عايزين ايه؟ لكن انا النهارده برضو بشكر عليها اداره طنطا وبحييها وعلى ثقتهم فيا وان هم ادوني الفرصه ان انا كم اشتغل معاهم في الدوري الممتاز وان انا اكون مدرب بتاعهم في الدوري الممتاز. دي مش اي ادارات تقدر تتحمل نتائج زي كده خاصه لما تكون انديه جماهيريه كمان. انت حسيت انك في لحظه من اللحظات كنت ممكن تبقى مرشح لاحد الانديه في مصر وما تمش اختيارك بسبب الاسم؟ يعني النجوميه في الملعب انا بتكلم كلاعيبه. يعني هقول لحضرتك حاجه كابتن كريم. يعني النهارده لما ايمن زين صعد رجاء وصعد الشرقيه وصعد اسيوطي في الثلاث فرق دول مفيش حد يفكر ان هو ممكن يكون عنده 1% فنيات كويسه. صحيح. او انه يكون مدرب كويس. صحيح. فاكيد اكيد يعني الناس فكرت في بقى حاجات تانية خارجه في ما اقدرش اقول ايه الاسباب بالظبط لكن لازم ادارات تفكر طب الراجل ده ناجح ازاي وشغال ازاي. يمكن النهارده السبوت ممكن اتحط على ايمن شويه لما صعدت بطنطا ولما اشتغلت مع طنطا في الدوري الممتاز الامور اختلفت شويه لكن في الاول والاخر دايما المدرب في مصر النجم المدرب اللعيب النجم بيبقى مدرب. صحيح. لكن المدرب النجم دي وهو ما لعبش كوره او ان هو ما لعبش في انديه كبيره دي في مصر بتتنسى خالص. لكن بشكر ربنا سبحانه وتعالى ان انا قدرت ان انا افرض نفسي مع ان انا ما لعبتش دوري ممتاز في وسط كم النجوم والكوكبه اللي موجوده دي فده فضل كبير من ربنا. بالتاكيد يا كابتن ايمن موفق دائما. لسه مكملين مع الكابتن الكبير كابتن ايمن مزين المدير الفني لنادي طنطا بعد الفاصل نلتقيكم ان شاء الله. اهلا بحضراتكم مره اخرى. كابتن ايمن انت من المدربين كنا لسه بنتكلم انه في دوري الدرجه الثانيه ما كنتش واخد حقك بشكل كبير. الناس في الدوري الممتاز مش شايفين ازاي مدرب عنده شغل فني كبير مميز. انت واجهت فرق اكيد في دوري الدرجه الثانيه وشفت ليهم مدربين مميزين جدا. مين من المدربين دول تفتكرهم وتقول ده فعلا يستحق انه يبقى موجود كمان في الدوري الممتاز؟ والله في مدربين كتير يعني كابتن محمد صلاح طبعا. كابتن محمد صلاح طبعا القائمه طبعا طبعا. الكابتن ياسر الكناني. ياسر الكناني ده المنصوره مدربين كويسين جدا طبعا. اسم كان كبير كمان كابتن علاء نوح كابتن احمد ساري كابتن احمد كاس طبعا طبعا. دول مدربين يعني طبعا عشان ممكن الذاكره تخوني في بعض الاسامي لكن دول مدربين بصراحه لازم يبقى لهم دور برده في الدوري الممتاز من المدربين الكويسين كويسين. طيب. جدا. انت لعبت تكيس وتكيس من المدربين الاذكياء جدا اللي عندهم شغل فني رائع جدا. صبر كمان من المدربين الرائعين جدا. طارق العشي من المدربين المميزين جدا. وكل دول قدرت تشتغل قدامهم بشكل رائع جدا. مين هديك اسم او اكتر يعني المدرب اللي انت مستني المواجهه بتاعته اللي بتقول انا هنبدا بقى ايه صراع فني محترم كده انت راجل ذكي وانا كمان هواجهك بذكاء. مين اسم او اتنين او تلاته مستني تلعب الماتش بتاعه؟ والله بص على كل لا الدوري الممتاز بيختلف. كل المدربين بيشتغلوا كل المدربين لهم طرق لعب بتشتغل عليها فطبعا كل ماتش لا بتبان كفاءتك فيه. فانك تدرس الفرقه اللي قدامك كويس وتشتغل على طريقه لعبها بشكل كويس دي حاجه كويسه. اللي انا كنت مصر عليه ان انا يبقى لي طريقه لعب يعني ناس بتنتقد وناس ما بتنتقدش لكن لازم يبقى لي طريقه شغال بيها واللعيبه حافظاها وبتشتغل بيها بشكل ممكن اغير في سير المباراه واغير والماتش شغال لكن لا انا لا في منظومه معروف ان فرقه طنطا بتلعب بالشكل الفلاني وده انا مصر عليه. في ناس بتقول انه اللاعب المصري او مقوله يعني مشهوره اللاعب المصري ما يحتملش اكتر من فكرتين في المباراه الواحده يعني لو فضلت تغير معاه كتير في المباراه يتلخبط. لا 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 ما اصل انت النهارده بتغير في لعيبه النهارده ما اختياراتك في الاختيارات في اللعيبه نفسها لازم اللعيب يبقى عنده برده لعيب بتلعب لعيب في الملعب بيلعب في مركزين ثلاثه تقدر تغير بيهم طريقه اللعب وده انا ده موجود عندي في الفرقه ان انا بقدر اغير طريقه اللعب بلعيبه معينه. عايز اسالك على اللعيبه الافضل في الدوري في الموسم او انت شايف لعيبه بتحبها وبتحب تشوفها في الكره المصريه بس عايز اسالها لك بطريقه ثانيه شويه وما يزعلش مني استاذ فايز العريبي يعني انا مش همسك نادي طنطا مش باريس نادي طنطا بس انا لو جيت قلت لك بص يا كابتن ايمن انا هديك ميزانيه مفتوحه ونقي خمس لعيبه في الدوري المصري تشتريهم بكره اجيبهم لك وتكسب بيهم الدوري
اختار خمسه يعني قولي الخمسه دول لو معايا في الفرقه اعمل بيهم بلاش تكسب الدوري بس هعمل بيهم يعني هنافس في المربع الذهبي. طارق حامد من اللعيبه المقاتله طبعا. حمدي فتحي. حمدي فتحي لعيبه برضو حسين شحات من اللعيبه اللي ماشيه كويس جدا برضو الفتره دي. فراودة جون انطوي برضو فيرود هايل. محمد فاروق. محمد فاروق بيراميدز. انت معجب جدا محمد فاروق جدا. لعيب هايل بصراحه. لعيب امكانياته كبيره بصراحه. مظلوم. بمناسبه جون انطوي، احمد علي اخطا لما راح بيراميدز وهو كان هداف دوري مع المقاولين، ولا طبيعي جدا لما تبقى فريق كبير او فريق يعني اصبح من الفرق الكبرى في الدوري الممتاز طبيعي تبقى اساسي او على الدكه؟ لا، النهارده انا في كنت في المقاولين، كنت هداف الدوري بلعب وانضميت للمنتخب. فالنهارده ان انا بقيت بديل النهارده او بقيت قاعد على دكه البدله. فالنهارده دي مشكله بالنسبه لي، انا فقدت مكاني في المنتخب. لا، فالافضل ان هو كان لازم يلعب، يروح مكان يلعب. طيب حمدي فتحي، بما انك انت ذكرته، ناس كتير ما تعرفش الدور اللي بيلعبه حمدي فتحي في الملعب، وانا بالنسبه لي كل الاسماء اللي انت حطيتها دي هي واضح جدا ادوارها في الملعب، طارق حامد، حسين الشحات، جون انطوي، محمد فاروق، بس حمدي فتحي هو لعيب مميز جدا طبعا، بس عايزك تشرح للناس ليه هو لعيب مميز. بص، حمدي فتحي من اللعيبه اللي انا شفتها في دمنهور لما دمنهور صعد للدوري الممتاز، ولما هبطوا كنت احنا صعدنا بالشرقيه، وجيت طلبت من اداره الشرقيه ايام ما كنت ماسك الفرقه لسه ان انا اتعاقد معاه، وام بي اشتريته. حمدي فتحي بيختلف، هو دوره قريب من طارق، بس هو كورته سليمه شويه عن طارق. يمكن من الديفندرات اللي ممكن تبدا هجمه، ديفندر بيقطع بيسلم بشكل كويس، ودي اللي بتحتاجه الفرق الكبيره زي الاهلي والزمالك. مش بيقطع بس. على فكره دوره قريب من دونجا برده، يعني دونجا برده نفس الطريق، بس حمدي تقيل سنه في وسط. حمدي من اللعيبه التقيله في وسط الملعب. اتظلم في ماتش السوبر، بعض الناس انتقدت اداء حمدي فتحي في ماتش السوبر لما رجع في خط الدفاع وكان ليه ضربه جزاء قدام نادي. لا، اصل هو النهارده اتحط في وضع مش بتاعه، يعني هو ده المدرب شاف ان المدرب نفسه اتحط في وضع صعب جدا. فهو ده الحل اللي بالنسبه له، لكن انا كنت شايف كان ممكن السلايه رجع افضل ليه. لو جالك في اي لحظه من اللحظات عرض من انديه كبيره في الدوري، اهلي، زمالك، مصري، اسماعيلي، بس تبقى مساعد لمدرب اجنبي، تقبل؟ لا، حتى لو اهلي وزمالك؟ لا، حتى لو زمالك. بص، اصل اهلي وزمالك خلينا واقعيين، هتبقى مستحيله. مستحيله يعني. لكن اهلي وزمالك طبعا ما اقولش ليه قلت مستحيله؟ ما هو الكابتن ايهاب جلال في لحظه من اللحظات هو برده ما كانش بيلعب في الاهلي ولا الزمالك، وراح درب نادي الزمالك كمدير فني. ليه مستحيل؟ انا خلاص خدت كارير مدير فني، فهكمل فيه. مع الطموح اوصل اللي انا عايزه، لكن انا خلاص خدت كارير مدير فني خلاص. لكن الخطوه ورا؟ لا لا خلاص. ولا منتخب؟ لا، منتخب ده مختلف. ازاي؟ ولا منتخب كمساعد يعني؟ منتخب فريق، منتخب اول. ممكن منتخب اول وده وارد، لكن فريق في الدوري؟ لا فريق لا، مهما حتى لو اهلي او زمالك. حتى لو زمالك. كابتن ايمن، تشرفتني ونورتني حقيقي. ربنا يخليك. ودايما بالتوفيق ليك. شرفت بوجودي مع حضرتك والله، وحلقه ممتعه والله. اشكرك يا كابتن ايمن. ربنا يخليك. ده كان لقائنا مع الكابتن الكبير كابتن ايمن المزين، المدير الفني لنادي طنطا بعبع دوري الدرجه الثانيه، وشكله كده هيبقى بعبع كمان في الدوري الممتاز. بكره في نفس الميعاد ان شاء الله نلتقيكم في حلقه جديده من سوبر تايم، خليكم دايما معانا على تايم سبورتس.